سادة المشاهدين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. الاحد غره فيفري 2015، حصه جديده من الاحد الرياضي نرجع فيها على مباراه المنتخب الوطني التونسي وانسحابه من كاس افريقيا الامم بالطبيعه ضد البلد المنظم غينيا الاستوائيه. بترجعوا على الجانب التحكيمي اللي حكي فيه العديد من المتدخلين بصفه عامه، لكن بتحكيوا ايضا على دور المنتخب الوطني التونسي، رده الفعل بعد قبول هدف التعادل، والجانب التنظيمي والتمثيليه التونسيه في الهياكل الدوليه. نحكيوا على اللوبينج بطبيعة في هذا الكل. حصتنا بجدوم ساعتين مع سيدي رضا الجدي، اهلا وسهلا مرحبا بك. مرحبا ومرحبا بكيف مشاهدين. نادر داود، اهلا وسهلا. مرحبا بك مهدي، تحيه ليك لكل خاين في البلاتو وكل الساده المشاهدين. اذا معنا ايضا سي عمار سوايح، اهلا وسهلا مرحبا بك. مرحبا بك والساده المشاهدين وشكرا على الاستضافه. باش التحق بنا خالد المولي، الحضور اليوم يعرف كواليس المنتخب بالطبيعه، يعرف شنو اللي صاير بالضبط. نمشيو مباشره مع محمد علي بوزقارو اللي موجود في مطار تونس قرطاج الدولي. محمد علي بوزقارو اللي كان صحبه الوفد اللي وصل بطبيعه، يقولوا لي مازال ماهوش حاضر زميلنا محمد علي بوزقارو، نرجع له بعد لحظات. نمشي مباشره مع الصور يمكن تاع منعرج اللقاء ومنعرج المباراه، وهو صفيره الحكم اللي اعلن فيها عن ضربه جزاء لصالح المنتخب الغيني الاستوائي. نشوفوا العمليه امامنا والتدخل، ويعلن على ضربه جزاء مخالفه داخل مناطق الجزاء، واللي كانت صدمه اكثر من متدخل. كل الصحافة العالمية حكيت على المسألة هذه، هوني تشوفوا تدخل ما فيه حد شيء، لكن اللي همنا أكثر هوني هي ردة فعل تاع المنتخب الوطني التونسي. نادر داود، كيفاش ريت الوضعية؟ دقيقة 90 حكم يعلن على ضربة جزاء، من جهة الحكم بطبيعة باش نحكيو عليه، من جهة أخرى المنافس، وأخيرا نحكيو أيضا على ردة فعل اللاعبين التونس. شوف، أنا ما في رأيي أن الوضعية ما تحتاج لا خبير تحكيم لا مفيولة لا حتى شيء، هذايا واضح، يعني ثم نية مبيتة، ثم ذكاء، خبث كروي بتاع حكم في وقت معين. ضربة جزاء غير موجودة. ما كناش نعرفوا روحنا على شو قادمين نادر؟ كنا صحيح كنا، لكن مهدي الحاجة وين؟ أنه على طوال المقابلة ما كان حتى شيء يوحي أنه الحكم هذايا غير نزيه، لأنه ثم هذايا قد إنذار كان يجم ياخو إنذار ثاني، ثم معلول، ثم حاجات يعني في المقابلة. عدد المخالفات في بعض الأحيان كانوا بين الشوطين 46 أظن مخالفة، اللي خلى نطرحوا بعض الأسئلة. لكن بالضبط، لكن هو سن الحكم 45 سيء، يعني مش يخرج مش يكمل، يعني ظاهر الامور مش تكون محسومه في وضعيه معينه، مش يكمل يعني المقابله يقتلها بطريقه معينه. لكن انا بالنسبه لي انا ماذا بي، انا نحبذ انه ما نطولوش برشا في حكايه الحكم، لانه احنا في كل مره وهذا الغايه راهو اليوم مش حصه اليوم يعني باش نقعد نقيموا مردود الحكم، لانه داخل في اللعبه، وانه زاد باش نرجعوا نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي كيفاش استفاد في السابق زاده من اللعبه هذه ومن تعيينات الحكام ايضا. لكن اليوم كم في دقيقة 90 ماذا بيا نحلوا الساعة ونص المقابلة اللي ما كانش فيها تدخل مباشر للحكم وما أثرش على نتيجة المقابلة بكل صراحة، وبعد نحكيو عن نص ساعة اللي بعد ما صارت الهفوة هذه التحكيمية اللي هي ظلم صارخ في حق المنتخب الوطني اللي كلفتنا الانسحاب، لكن هناك عوامل أخرى كذلك ساهمت في انسحابنا. سي رضا الجدي، نعرفوا انه استعداد المنتخبات اليوم في 2015 ليس انه نوفروا نزلوا، انه نوفروا حافله، وانه نوفروا يمكن تليفونات، لكن انه الاستعداد الذهني يكون على احسن ما يرام مهما كان السيناريو. اليوم المنتخب الوطني التونسي وقت اللي سجل المنتخب الغيني الهدف نتاعو كان عدل، مازلت نص ساعه لعب. علاش ذهنيا المنتخب خرج من المباراه؟ هو هنا مربط الفرس، لانه توا 24 ساعه للمباراه، الحسرة كانت كبيرة للناس الكل، وصحيح اللي خذينا منها ربما الناس الكل بالإجماع، خاصة بعد المباراة الهفوة التحكيمية اللي خلتنا عنا نوعا من الحسرة الكبيرة، لأنه حسينا أنه مردود منتخبنا تحسن تدريجيا من مباراة إلى أخرى، وربما المباراة الأخرانية كانت أحسن مباراة بغض النظر على الأخطاء الكبيرة اللي ارتكبناها على المستوى التكتيكي والفني. لكن المباراة تدوم بالفعل 93 دقيقة يعني في الوقت الأساسي وكذلك الوقت الإضافي، وهنا الإشكال الكبير، لأنه لما تسجل هدف التعادل، لما تسجل هدف بالفعل تعادل بتاع الفريق الغيني، ردة الفعل بتاعنا ما كانتش ولا بد، ويلزم نعرفوا اللي تحضيرنا. كنت تسمح، سامحني باش نقاطعك، نمشي مباشرة لمطار تونس قرطاج. محمد علي بوزقارو، أهلا وسهلا ومرحبا بك. محمد علي،
مرحبا بك مهدي، مرحبا بمشاهدي تفزا الوطنيه. مازلنا توا كي وصلنا تقريبا منذ ساعه المطار تونس قرطاج، كنا نتمناو نوصلوا لهنا فرحانين، لكن على غالب هكا حب عسى حياته، هكا حبت الكاف. ورغم الانسحاب المنتخب التونسي، تبارك الله الجمهور التونسي موجود لهنا فقدام مطار تونس قرطاج، اعترافا ربما للملاعبيه باللي هما بالجميل، لانهم بذلوا كل ما يقدروا، حتى اذا كان فما انتقاد للمردود، وحتى اذا كان فما ناس ماهيش راضيه، لكن فما حتى ملاعبي اكيد ادخر قدره عرق مهدي من اجل انه المنتخب نتاعنا يمشي لبعيد. مشكور حمزه المثلوثي اللي بقى معنا، بقى اللاعب الاخير حمزه. يظهر لي صحيح ما كناش خايبين، ما كناش باهين، صحيح ما عديناش مباريات كبيره، لكن اللي يوجع انه في الاخر خرجنا بمظلمه تحكيميه. صحيح هذا اللي واحد اللي يوجع برشا كي يخرج مظلمه تحكيميه بالفاسون هذيك، يعني فاسون يعني تشوفوا الاربيتر ماتش كامل ماشي في ديريكسيون واحده، يعني ماتش كامل يعني جريت كل فمكش على اعصابها باللي حاولنا نحكي معنا الاداره الفني باش ننساو الاربيتراج وعارفين معاه، ما موش بالفاسون هذيك يعني انكرويابل. هذاك هو الفريق اللي نتعلمه توا ولا سي دي باسي دي سي هذا، ونتعلموا من اخطائنا، وكما قلت لك حاجات الباهيه في الكاش نبنيو عليها وان شاء الله جاي افضل. حمزه بصراحه لقطه ضرب الجزاء مسيتوا الملاعبي ما مسيتوش، فما ضرب الجزاء خلينا نوضحوها اون فوا بور تو. هما ساعه لقطه ضرب الجزاء هما ساعه يستناو فيها الكره باش تطيح في السيرفاس، هما ما جاتهم حتى مره الكره تاع في الماتش كامل ما جاتهم حتى كره تحت في السيرفاس. اول كره ديجاجمون محمد علي كي يضربها تحت في السيرفاس، وقت اللي انا كي جيتو انا جيت وراه ما خليتوش يدور، خاطر في 18 متر ديما لصق مركز مع صاحبك، ما خليتوش يدور، وحطيت ساقي على التراجيكتوار تاع الكره، مانيش لاصقو جمله، ما مسيتوش جمله، وزيدايا يعني باش ما يقولش فماش هزيدايا، وعملت حطيت ساقي هكا على التراجيكتوار تاع الكره. كي تلفت نلقى الجوهر عمل بلونجون، كي هو تصور دقيقة 90 وكونسونتري واحد ضحكت كي عمل بلونجون قدامي تالمون كيفاش ضحك. تلفت نلقى فهمت كاش الاربيتر مركز وعمل هكا يستنى في اقل كونتاكت ولقى شي يطيح، هو ما فماش ما مسيتوش جبل. واحد شوكي واحد فهمت كاش ابار ضربة الجزاء حمزة، استفزكم الحكم، استفزكم المنافس، خلي العباد تفهم، خلي الجمهور يفهم، لانه يظهر لي مش لقطة ضربة الجزاء فقط، برشا حكايات اخرين كي تجي تحكي معاه الاربيتر هو يحكي فرنسي، تجيش تحكي معاه يقعد يسمع فيك وبعد ما يكلمك الجمله، ما بعد كي يحكيوا معاه الاخرين يبدا يفسر لهم ويعمل لهم وكل شيء، في عاب الكابيتان نتاعهم يقعد ما يفسر، واحنا اللي يقعد يغزر لنا ومن يعمل معنا حتى ريكسيون. تحسها برشا يعني ظلم قهر، ما يجيش هكا كوره، واحد عبيد تفرج وشعب كامل يتفرج، وبعد تجي ونخسر يعني نخرجوا بالطريقه هذه من الكوب دافريك، والله كان جات لعبت خير منا غيني ولا منتخب اقوى منا، صح لي يعني ربحنا ويعطي صحة، اما تحسها برشا من الداخل كي تخرج بالفاسون هذايا على غالب. حمزه نبعدوا على الاربيتر، فنيا حكيتوش مع المدرب، حكيتوش للملاعبيه ما بين بعضكم، مقتنعين بالاداء اللي قدمتوه تيوال الكوب دافريك، ما نحكيوش على الماتش الاخير بركة تيوال الكوب دافريك ليه بيان سير، ماتش كافير وماتش زامبيا اللي كنا يعني كنا ما كناش يعني منتخب اللي كانوا يستناو فيه التوانسه، مي قلنا مالغري سا يعني صحاح الجري واقفين مليح، ومانيش يعني صحيح ما مانيش قاعدين نسمع في برشا لاعب، ما كنا واقفين صحيح في الزوز مباريات الاخرى، ماتش الكونغو ماتش سيرتو غيني يعني لارجومون ميو، نصور عملنا دي كومبينيزون وحطينا في كاش ادفيرسير اون ديفيكولتي وعملنا برشا حاجات باهيه، وشفتوا يعني الكل تلعب بعزيمه وجرينتا، ما فماش شكون يعني فهمت كاش بخيل بقى تعرق على المنتخب. الله غالب فهمت كيفاش غروند ديسيبسيون اللي نحنا فهمت كيفاش نتعلموا منها، وفهمت كيفاش نبنيوا على الباهي، وان شاء الله نقدموا افضل المنتخب ان شاء الله. شكرا ليك حمزه، اكيد واضح مهدي ذولي واعين للملاعبيه المنتخب الوطني التونسي اللي هما ما قدموش الاداء المطلوب منهم، لكن كما قلت قبيله في الاخير خرجوا بمظلمه تحكيميه. على كل حال وفيه توا كان لهنا حكينا قبل بعد برشا خيبات ان يلزمنا نفتحوا ملف كره القدم ونصلحوا، وما صلحناش وما فتحناش الملف على قاعده يظهر لي توا يلزم يتفتح بالحق ملف كره القدم، ويلزمنا نحاولوا نصلحوا ما يمكن اصلاحه مهدي.
شكرا لك محمد علي بوزقالو مباشره من مطار تونس قرطاج الدولي. نواصل معك الحديث في اذا جدي قبل ما نجيك سي عمر السوايح. سمعنا كلام، سمعنا رده الفعل تاع حمزه المثلوثي. يظهر لي اليوم المنظمه التحكيميه ثابته، لكن فما جزء كروي لازم نحكيو عليه. نحكيو على الايجابيات باش نبنيو عليها كاسس، والسلبيات اللي لازم تتصلح. زاده ما لازمش المنظمه التحكيميه تغلطنا ولا تحول الوجهه تاع التقييم. شنو رايك رضا جدي؟ من ضمن الايجابيات هو انه يفو با فوكاليزي على الحدث هذا. منو انا حسب رايي 24 ساعه يلزم يتفسخ، بل بالعكس لازم نستغلوا الحدث هذا باش نعرفوا كيفاش نحضروا الدقائق الاخيره للمباراه في ظل ظلم التحكيم. يلزم نعرفوا كيفاش اونجير لي دانيير مينوت دو ماتش، والا كذلك الحصص الاضافيه. لانه وانت تعرف مليح مهدي انه النتائج المباريات تتحدد على نيفو في اوروبا في كاس العالم او حتى في كاس افريقيا في الدقائق الاخيره، والدليل اهدافنا سجلناها كثير منها في ربع ساعه الاخير. اليوم عندنا مشكل انه اون با سوجيري لي 30 dernières minutes دو ماتش الطون اديسيونيل، وهذا جانب منه كبير على سبب ذهني هام جدا، لانه شفنا لاعبينا خرجوا من المباراه بعد التعديل. كان نرجعوا لعمليه الهدف، كان تسمح لي بجد الجانب الذهني. شفنا عمليه شرميتي كيفاش موه وحب يضيع الوقت، الحارس خذا كورته وعمل رولونس نتاعو. معناه تعتبر انه التصرف هذاك كان في محله من محمد امين شرميتي مثلا؟ خذينا راو على التعامل على اخر كرات تاع المباراه. يعطيك الصحه، انت اثرت نقطه هامه جدا. كنا رابحين 1-0 وما زالوا تقريبا دقيقتين ولا ثلاثه في المباراه. من المفروض وضروري تكتيكين هذا اللي نتعلموه انه ايكيب رابحه بور جيري لو طون دو جو. اولا ما يلزمش الكره تقرب من المنطقه الدفاعيه تاعنا، يعني حتى على مستوى الكتله يلزمنا نكونوا في منطقه متقدمه وصحيح. ثم نحاول نستحفظ على الكره بطريقه ايجابيه، ميم سي في بعض الاحيان ما يستجبش باش نمشيو للمرمى، وبالتالي نمنع الفريق المنافس من انه يكون عنده على الاقل نسبه امتلاك في اللحظات هذيك اللي هي لحظات هامه. اذا نعرف انه الهدف تسجل في الدقيقه 93، يعني تقريبا مازال دقيقه واحده، وهذه النضج التكتيكي لدى اللاعبين بغض النظر على التغييرات وقتاش صارت وكيفاش صارت. هذاك جانب اخر باش نرجع بالضبط باش نرجع له. سي عمار، تقييمك انت للمباراه تاع البارح المردود في 90 دقيقة كما قال نادر داود وردة الفعل بعد. بون نتفاعل قبل كل شيء على فيما يخص التحكيم والمباريات. لعبة كرة القدم معروفة. يعني أي فريق، أي اتحاد كورة، أي مدرب، أي مسؤول يجهز فريقه من جميع النواحي. يعني يقولوا لا يخلي لا شاردة ولا واردة، والتحضير الذهني يكون موجود، وكما تحكي عن النزول إلى آخره، الأمور هذه الكل تكون موجودة، لكن حقيقة الميدان ما تضمن لكش كونك باش ما تصير لكش ديزان بريفيو. كارتة حمراء، جيك بينالتي في اخر وقت تضيعها وانت اقصى مدرب يطلع المدارج، يعني فيه ديزان بريفيو يصير، يتغير الطقس، تصبح يعني الارضيه مبله الى اخره، فريق نتاعك ما يلقاش الثوابت نتاعو. اونتر اوتر التحكيم، التحكيم اللي الله غالب، معناها نتاسفوا الامور هذه، لانه في النهايه التعب والشقاء والمصاريف والتحضيرات الكل تمشي في مهب الريح، وينجم يعني يكلفنا يعني اشياء احنا في غنى عنها. ما هذا واقع. هذه كره القدم، كره القدم مبنيه على ليزان بريفيو، مبنيه على الاشياء هذه. فاعتقد اللي ناخذوها بعين الاعتبار، لكن ناسفوا لها. واللي شجع الامر هذا وخلانا ربما ما عرفناش نتعامل، الشيء اللي موجود في رياضتنا في تونس من جراء التحكيم، وشفت الملفات اللي حليتوها انت مع التحكيم، والتصرفات اللي قاعدين نعيشوا فيها كل يوم في الملاعب نتاعنا، سواء كان على صعيد الاعلام او على صعيد يعني العلاقات بين المسؤولين اللي تشتت معناها في الاونه الاخيره، او على مستوى اللاعبين. فالعمليه هذه كل قاعده يعني متخلده، وحتى واحنا في 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 ارضنا ما عرفناش نتعامل مع الوضعيات هذه اللي عايشينها بريس كوتيديانمون، عايشينها كوتيديانمون، كل حد يفضها باشكاليته بتهجمات بتصرفات. العامل الثاني هو كونه اعلاميا، وخلينا حتى المسؤولين واللاعبين ركزنا اللي ربما تصير حاجه من التحكيم، لكن اش حضرنا باش نتلافاو؟ ابارامون ما حضرنا شيء، اون ايتي بلوكي في الاخر بكل، المظلمه موجوده، مي اون ايتي بلوكي، ما عرفناش باش نخرجوا من يعني في ال 30 دقيقه اللي مازالت لنا، كيفاش نتعامل مع المباراه، بقطع النظر على يعني المباراه معناها ككل. ف عموما الامر انا نقول شنية الحلول الجذريه باش نوصل نتعامل في الوضعيات هذه الصعبه، وخاصه كون ننتمي لافريقيا نحبوا نكروا، اذا كان ثم شيء باش نهجموه ونتهجموا عليه ونتكلموا عليه هو لانستيتيسيون الكاف المؤسسه
اما افريقيا ما عادش نتهجموا عليها، ننتمي لافريقيا ونسرج ننتمي لافريقيا. دونك لانه فهم فرق، كان تسمع سي عمار، فهم فرق كبير بين اتهام بعض الافراد بالفساد ولا مؤسسه بالفساد وبين العنصريه اللي ريناها، بين نظريه المؤامره اللي ريناها، بين اشياء كثيره يظهر لي مش معقول اللي صار. ماهوش لايق. فنقول انا اللي التعامل ما نجمش اللوم، لكن افيك دو ريكول نقعدوا باش ناخذوا معناها الاشياء، ما نجمش نتهجموا معناها على الاطراف المتداخله. كنا حاسين، كنا متاسفين، لانه في نهايه المطاف مثل ما قلت اللي باش يغير التعب المصاريف الجينيراسيون هذه ربما كانت تعطينا دفع النتيجه، كنا نوصلوا معناها الاشياء معناها ايجابيه افضل من هكا. لكن هالعائق هذا اللي يعني قال راجل امال نيسيسير في الكوره، لازم نعرفش نتعامل معاه كيفاش نتهيأ له باش نقلل معناها من الوطأة نتاعو. لو كي نشوفوا ميسي احسن لاعب في كرة القدم على خاطر المستشهر نتاعو هو مستشهر تاع كأس العالم، نطرحوا سؤال زاده معناها اللوبينغ والخدمة هذه اللي يصير في الكواليس ماهيش حكر كان على افريقيا في المرحلة الأولى. حاجة ثانية، شنو اللي عملنا منذ سنوات نحكيو على مستوى التمثيلية في كرة القدم الإفريقية والعالمية؟ السيد علي علولو الله يرحمه وينعمه اللي توفى منذ أيام كان ممثل لتونس وقت من الأوقات، طارق بوشماوي حتى الحملات كانت موجهة ليه من داخل تونس، هذا كل باش نرجعوا له. أيضا شنو الخدمة اللي نخدموا فيها في الكواليس، أيضا الدعم تاع الرسمي تاع الدولة في بعض الأحيان لممثلين اللي خوضوا التجارب، ونرجعوا أيضا شنو تونس زاد استنفعت من التحكيم في وقت من الأوقات، نرجعوا نسخة كأس أفريقيا 2004 ولا حتى تصفياته على مستوى النوادي. لكن شوفوا بعض ردود الافعال في الاعلام الوطني والدولي تجاه اللي صار البارح في ملعب باتا، نتفرجوا بعض. بعد الإيبولا والإيدز والجفاف وجماعة بوكو حرام، إفريقيا تعاني من داء جديد اسمه الكاف، وكان هذا بعد واقعة 31 جانفي في باتا. تعددت العناوين والتعليق لخيبة واحدة، لظلم واحد، لقهر واحد في الصحافة التونسية والعالمية. بعض الصحف وكأنها فقدت نعمة الكلام اكتفت بكلمة واحدة لتلخيص ما صار البارح. جريدة تونسية اكتفت بعنوان اللص وزادت تونس واحد سيشر لاثنين. جريدة الصباح اختارت كلمة الفضيحة. جريدة لابريس اختارت كلمة لاونت العار. موقع تونيزيان بوانتيان اكتب الحكم سيشر يسرق التأهل من المنتخب التونسي. موقع راديو موزايك تحكيم منحاز يحرم تونس من تأهل مستحق إلى نصف النهائي. موقع جوهرة أفام الحكم الموريسي يقصي تونس ويترشح لنصف النهائي، ولخصت الفضيحة متاع البارح فيه المباراة حسمت في أروقة الاتحاد الإفريقي وكان الترشح من نصيب البلد الذي أنقذ عيسى حياته وقبل استضافة الكان. جريدة الشروق رجعت لتصريح ليكانز اللي قال فيه لم أرى تحكيم مثل هذا في حياتي، في حين وصف موقع كوارجي حالة تونس اليوم صباح لا تونيزي سو غيفي سوني، تونس تستفيق مذهولة. عربيا موقع الشروق الجزائري يكتب فضيحة تحكيمية تؤهل غينيا الاستوائية على حساب تونس، واختار موقع كورة الحكم يذبح نسور تونس ويهدي غينيا الاستوائية تذكرة المربع الذهبي لأمم إفريقيا. في حين قل موقع أفريك فوت تصريح لأنيس بن احتيرة قال فيه سي سكوندالو، إنها فضيحة. قلنا اللي صدى المهزلة متاع البارح دارت العالم الكل والتنديدات كانت عديدة. موقع أوروسبور اكتب على المباراة واختم بتغريدة لصحفي كانال بلوس أغذي ماتو على حسابه على تويتر قال فيها نادرا ما شفت فريق سرق منه الانتصار كما تونس اليوم بين ضربة الجزاء ودقيقة 50 ثانية وقت ضايع في بلاصة 7 ولا 8 ضاعوا بالحق، وأضاف الحكم ينجم يغلط في ضربة جزاء أما مش هذا اللي يفسر سرقة تونس، والأخطر هو غياب احتساب الوقت البديل وهذا ما يبين الجانب المقصود في العملية. المعلق فهد العتيبي كتب على حسابه الخاص على تويتر أكبر جريمة بحق كرة القدم هي مباراة تونس غينيا الاستوائية، شكرا عيسى حياته. راضي جعيدي الدولي السابق كتب سكوندالو، وزميله رياض البعزيزي شكر ملك المغرب اللي ما يعترفش بقارة لا تحترم بلاده وقال ما فما حتى فرق بين الإيبولا وعيسى حياته. وحتى نجوم الموسيقى في العالم تفاعلوا كما الدي جي الفرنسي دافيد فونديتا اللي قال Incroyable mascarade. ديما على تويتر تغريدة لموقع فرانس 24 مع صورة لأحمد العكيشي يبكي. على الفيسبوك تعددت ردود الفعل وتم تناقل فيديوهات لمعلقين صبوا غشهم في عيسى حياته والكاف، لمترجمين يبكيوا من القهر، ومباركة كبيرة لاستقالة وديع الجري من لجنة تنظيم الكاف كردة فعل أولى على مهزلة البارح. ونظرا لحدة الانتقادات وخروجها عن النص في بعض الأحيان، نكتفي بالصورة هذه اللي تلخص موقف التوانسة من زوز أشخاص هذوما. للتاريخ هذه إحصائيات المباراة، كيفاش تحبوا منتخبنا يربح وتزفر ضده 42 مخالفة و8 تسللات
أكثرها مش موجود. وبعيدا على الهزيمة والانسحاب الظالم، اتفق رواد المواقع الاجتماعية على تحية لاعبي المنتخب التونسي على مردودهم، فشكرا على أنكم خليتونا نحلموا ولو ما وصلناش لحلمنا بفعل فاعل، وإن شاء الله القادم أفضل. نادر داوت، المباراة كورة 90 دقيقة، المنتخب الوطني التونسي تحسن الأداء مقارنة بمباراة الأولى، مباراة الرأس الأخضر ومباراة زامبيا خاصة، شنو اللي تلقى أعطى إضافة للمنتخب الوطني التونسي، شنو اللي كان ناقصه أيضا؟ شوف بالنسبة للمقابلة هذه، أول ملاحظة هو أنه لأول مرة الإطار الفني التونسي يحافظ على نفس نجم نقوله الخطة التكتيكية، على نفس اللاعبين رغم اختلاف المنافس. أول شيء أنا نحكي على تحذير المقابلة، في مقابلة عندك أول شيء الرصيد البشري المتوفر بالنسبة لك أنت، عندك شي عقوبات، عندك شي إصابات، من بعد ما تشوف الرصيد البشري متاعك مش تحضر الخطة، من بعد الخطة تجي التشكيلة، ما حضروش التشكيلة قبل الخطة لأنه ثم لاعبين ما نشحولكش خطة معينة ولا متمشوش مع الخطة، والعكس صحيح. وثم الفيزيوناج أنك تشاهد الفريق المنافس، تشوف نقاط قوة متاعه ونقاط الضعف متاعه، منطقة في تلك الكرة، هذا الشيء على ما يرام في المباراة تعتبر؟ به الإشكال هنا ثم نقاط كانت واضحة بالنسبة للمنتخب هذا، وأنا حبيت نعالج على ليكانز لأنه في تصريح مع عضو مكتب جامعي قال أنه ليكانز جاب لنا حاجة جديدة هي فيزيوناج، حب نقول أنه موش ليكانز جاب لنا الفيزيوناج، التونس عندنا مدة من نعمل في فيزيوناج، نعمل في الأناليز، نعمل في الانديفيدويال، ونتفرجوا في فرق المنافسة، هذا الكل نخدموا فيه عنا سنوات. أسمع هذيك البروموسيون حاجة بالنسبة لا حاجة بديهية، أنه واحد يخدم لمصلحة الطاقم الفني اليوم ويشكره معنا يخدم على روحه، لا ما مش من ناحية ما نظموش تعبيد بطبيعة صحيح ولا وقت واحد يجيب لنا حاجة جديدة، بالعكس احنا نباركوها وناخذوا كل شيء جديد كيما احنا كيف نجموا نعطيه حاجة جديدة الناس ياخذين واحنا ماشيين، مش هذه المشكل. المشكل أنه المقابلة هذه اختيار اللعب بثلاثة لاعبين في المحور، أنا كفني خيرت أنه نلعب أكثر على مستوى وسط الميدان أكثر من أن نلعب ثلاثة في المحور، خصوصا أن الفريق هذا على مستوى المجموعة ما عندوش فرديات كبيرة، نعرف أن الفريق هذا يتأهل مرتين في تاريخه لأنه بلد منظم، التحضيرات ما كانش في المستوى، المدرب بتاع كرة القدم النسائية جابه يعني في آخر لحظة، الفريق لا عنده تنشيط هجومي وآلية لعب واضحة، بل بالعكس عنده تنشيط دفاعي ضعيف قادر أن نستغله. الشوط الأول الكل ضيعناه بكل صراحة باستثناء فرصة واحدة وكانت مخطئة للفريق الغيني، يعني شوط أول كنا نجم نقوله خارج الموضوع وكنا نقضوا أنه نلعب خير. ثم نقطة فنية وهي وهبي الخزري، احنا لعبنا بخمسة لاعبين، لعبنا بأربعة في وسط الميدان، ما لعبناش ثلاثة خمسة اثنين، ما ثماش اثنين، ثم لاعب ارتكاز هو راقد على يمينه الخزري، على يساره فرجاني ساسي، قدام المثلث هذايا شيخاوي، والعكاشي في عزلة كانت غياب المساندة بالنسبة لي. وهاب الخزري لاعب رواق، ما نجمش يكون لاعب وسط ميدان، كان الأجدى أن يكون السايح، أن يكون ستيفان ناطر، هو يمكن تفكير المدرب أنه يلزم يكون في أي خطة تكتيكية وهاب الخزري لأنه فكرة الثابتة صحيحة أنه اللاعب هذا متميز. هذا كان نظرة أولى بالنسبة للشوط الأول اللي لاحظت أنا أنه ما كناش موجودين، كنا نقدر أنه بعد ربع ساعة أربع دراج شفنا فريق المنافس إمكانياته، ما نجمش يقلقنا، مهاجم وحيد زايد باش نخلي أنا ثلاثة لاعبين في المحور، لأنه ما حتى المهاجم تاعهم مهاجم يعني يختير باش حتى بلبوة يجي من خلف، يعني كنا نجم نغير حتى في وسط المقابلة. وصلت فكرة نادر داود، بس أرجعلك بسؤال بعد الأشهر سي عمار سويح، هل هو تضخيم المنتخب الغيني وقت نلعبوا بثلاثة في المحور؟ هل هو غياب المجاز في المنتخب الوطني التونسي؟ نمشوا للأشهر ثم نوصلوا حصتنا لحد الرياضي مازال ويرجع. صباح الخير. نعم. صباح الخير سي فهمي، فاش نجم نعاونك اليوم؟ فاش تعاوني؟ يا أخي أنتم في أورانج موبيل أمور واضحة والإنترنت زادة، أما الفيكس يا ولدي علاه ما عندكمش فيكس حتى لتوا؟ مش معقول هذا. سي فهمي عندنا الفيكس. عندكم فيكس؟ عندنا فيكس أورانج. عندكم فيكس أورانج؟ فيكس أورانج يخليك تنقص من الفاتورة زادة. سنة سنة معناها يزمني أنا نبدل النمر متاعي ونحن مرمى عند الانستلاشيون؟ لا لا لا، تتمتع فيكس أورانج من غير ما تبدل لا نمروك لا الانستلاشيون متاعك. زايد معك في أورانج بيزنس نوفر لك الفيكس أورانج، وهكا تربح راحة بالك وتقتصد حتى 40% من الفاتورة من غير ما تبدل نمروك ولا الانستلاشيون متاعك. البيزنس شانج افيك أورانج.
من جديد الجزء الثاني من الأحد الرياضي. منذ لحظات انتهت مباراة المنتخب الجزائري ضد نظيره الإيفواري، المنتخب الوطني الجزائري ينسحب من كأس إفريقيا في الدورة الربع النهائي بعد انهزامه 3-0. كان قبل الهدف الأول، ثم عاد المنتخب الجزائري ضيع برشا فرص، ثم قبل 2 أهداف من دقيقة 68 لنهاية المباراة. بالطبيعة باش نرجعوا نحكي، والتحق بنا خالد المولي. أهلا وسهلا، مرحبا بك خالد. مرحبا مهدي بالحضور وبالمشاهدين الكل. باش نرجعوا نحكي على المنتخب الوطني التونسي. سؤال موجه ليك سي عمر السويح، هل تم تضخيم المنتخب الغيني والا لا؟ هل كان حذر مفرط ولا التضخيم؟ يعني توجد نجم نقول احترمناه فوق اللازم، ولو في الوضعيات هذه احترام المنافس معناها مطلوب. من اللي جالي كانس معناها الترتيب نتاعنا كان اعتقد في مراغم متاخره، مش نقول علاش ندخل المباراه والثقه في النفس نحترموا الخصم الاكثر الاقل. اليوم اعتقد احنا الرابعين افريقيا و 22 عالميا، الخصم على مستوى الترتيب العالمي اعتقد ما نعرفش في النجم يكون بعيد علينا. على مستوى معناها التصفيات شفنا بالارقام نحكي هنالك يعني ارقام معناها جيده لا باس بها. فلما حتى نعاين الفريق وناخذوه ككل معناها الفرق فرق واضح، دونك المفروض نكونوا واعيين بامكانياتنا وعندنا ثقه في امكانياتنا وناخذ الامور يعني بجديه وحسب يعني المنطق والتمشي اللي مطلوب. النجم وان كان عندي اختلاف نظر في ناحيه الخطه اذا كان في مجال بعد نحكيوا عليها، لكن نتمشى في الطريقه هي بيدا 3-5-2 ولا 5-3-2 يعني ماهوش مشكل، نتمشى فيها خطه من الخطط اللي ينجم يسلكها اي مدرب يحب يلعب ويلعب بها بطريقه هجوميه ما تعنيش كونها طريقه دفاعيه. فلكن الشيء اللي خذناه في الميدان يجعلنا على مستوى التمركز تكون صبغه دفاعيه الاختيارات. فانا حسب رايي معناها كنا النجم او على مستوى حتى التمركز المستوى الدفاعي هنالك العديد من العمليات من الانسجام ما كانتش موجوده ويطول شرحها بالطريقه هذه بغين صور يعني يطول شرحها، لكن نسرع في الامور اكثر. النجم نلعب يعني بالطريقه هذه ولكن نختار باش يكونوا عندنا مهاجمين لاسباب عده، نفس الاسماء ينجم يكون اقترحت انا مره شيخاوي نجم يكون مهاجم، او اذا اضطررنا باش ندخل مهاجم ثاني يعني صريح مع العكايشي اللي يعني لايتيغري بالحركيه نتاعو معناها كما قلت المره اللي فاتت معناها اذا مهاجم يلعب وحده يعني يبذل مجهود 30% اكثر من اللي معاه مهاجم ثاني. ثم الطريقه هذه مطلوب منا باش الاطراف الاثنين علي معلول ومثلوثي باش يساندوا الهجوم، وشفنا الاهداف علي معلول على باس ماركينا بها هدف، شفنا الجول هذا كيف جاء. فدونك المفروض باش يكون هنالك يعني مهاجمين اللي باش يرتحونا قدام معناها المرمى باش نسجموا الاهداف هذه، ويعني حتى على مستوى امتلاك الكره يعطيونا معناها نفس باش نلعب يعني لعب في العمق نخدم على اليمين كما على اليسار هذا يعني ما تمش الدفاع نتاعو في الافتكاك وكذا ينجم ينظموا بخمسه لاعبين باربعه لاعبين. هو تعتبر هذا نجحنا فيه ولا باي نسبه؟ هذا شيء احنا ما اخذناش بعين الاعتبار لانه كان معناها الكلمه ما نعرفش انا يعني كانه يعني ما لعبناش على امكانياتنا، ما لعبناش امكانياتنا، عندنا ان اوبجيكتيف معناها حابين نوصلوا له يمكن بالتدريج ربما نعدي الشوط الاول نمتص ضغط الجماهير حسابات من النوع هذا نتعامل مع المباراه تاع طويل ساعه ونص ما نعرفش شنو دار فكره، لكن ما كناش معناها حاضرين باش نلعب على امكانياتنا ونفرض لوننا في ظل وجود خصم كل صراحه في متعاوننا. فما التشكيله اللي حكى عليها والخطه نادر قبل المباراه، وفما ايضا تعامل مع المباراه. خالد المولي كيفاش لقيت التغييرات تاع اللي كانت في المباراه هذه؟ والله خلينا نقول هو التغييرات راهم تبناو على المقابله نتاع الكونغو، رينا المقابله الاولى والثانيه المنتخب لعب باربعه مدافعين زوز لاعبين وساعات ثلاثه لاعبين ارتكاز، لكن مع هذا ما لقيناش يعني ما ريناش لعب ما ريناش جمل تكتيكيه ما ريناش بروغريسيون في الكوره، يعني قعدنا راهين ان اكسبلوا انديفيدويل والا بلاريتي. وفي الزوز مقابلات هذه في المقابله الثالثه يظهر لي الناس كل بجماع الناس الكل اللي في بالخطه هذيك 3 مدافعين و5 لاعبين وسط 6 لاعبين وسط خاطر شيخاوي ما عمره ماهوش مهاجم كان ديما لاعب وسط ميدان ومهاجم، لقينا يعني اكثر لاعبين في وسط الميدان هذا اللي سمح لنا باش نشدوا الكره اكثر من زوز مقابلات الاخرين، وهذا اللي بوتيتر لعبات كانت تستنى فيه اللي راو بروغريسيون بالكره. المدرب بناء على
الايجابيات في المقابله هذيك ونساء اللي ما هيش المقابله اللي لازمها نفس الديسبوزيتيف تكتيك، خاطر الكونغو لعب لها بثلاثه خاطر عندها زوج مهاجمين وناس كل كنا خايفين من يعني من تطوير الكره على مبوكاني يعني والديفياسيون بالراس عند شكون باش يمشي، ومع ذاك سجلنا هدف بالطريقه اللي كنا خايفين منها. المقابله هذه كانت واضحه للمنتخب غينيا الاستوائيه، منتخب متواضع ديما يحط مهاجم بركه وحتى المهاجم مختلف لهم الكره يرجعوا لوسط الميدان. دونك ثلاثه لاعبين في المحور كي تعاود تفرج المباراه ما كانش عندهم حتى ادفرسير، ما كانش فما منافس مباشر، يعني اكثر وقت تلقاهم ثلاثه في وسط واحد ولا ما فماش. مع هذا وقت لي دوزيلي نتاع غينيا يطلعوا المدافعين نتاعنا لي دوز اكسونتري يعاودوا يرجعوا هكا اجبرونا باش نلعبوا في بعض الاوقات بخمسه لاعبين. كما قلنا المقابله نتاع غينيا كان كنا نجموا نتعاملوا بها بطريقه اخرى، كما سمعت نادر قبيله كان ينجم يكون الحل في وسط الميدان، زيد لاعب في وسط الميدان هكا يضمن لي زاده باش نشد الكوره باش نعملوا بروجريسيون بالكوره، والا نزيد مهاجم كما قال سي عمار. يظهر لي المنتخب نتاعنا قاعد يلوج في التركيبه اللي باش يكون فيها ياسين شيخاوي مرتاح في وبناء عليه، خاطر ماتش كونغو كيما رينا ارتاح من الدور الاول، شفنا شيخاوي مردود احسن من الدور الاول صحيح، هذاك علاش وقت اللي رينا شيخاوي تحرك المجموعه الكل تحركت، والمدرب قعد حب يبني على الايجابيات اللي هما من الايجابيات هذوما لشيخاوي وقت اللي نقص له الرول ديفونسيف لقيناه اكثر فري في الكوتي اوفونسيف، وكان هو يعني يعمل الفارق بالسرعه والفنيه نتاعو. تغييرات المباراه اللي صارت دخول المساكني دخول شرميتي كيفاش لقيتهم؟ شوف التوقيت نتاعهم والاضافه ايضا. شوف كما قلنا المدرب راهو بناء على الماتش اللي قبله، ويظهر لي في حسب رايي وحسب راي الفنيين الكل كان يلعب بطريقه اخرى ويخلي الطريقه اللي بدا الماتش لاخر الماتش، نسجل نضمن المقابله ومن بعد نجم نلعب بالثلاثه المدافعين في المحور وقت نسكر كل شيء، لكن هو بدا بطريقه فيها برشا حذر، تاخذ الحذر يعرف لهنا راهو عنده وكان ناجح، وحتى الدقيقه 90 بلس 3 يعني وقت زاد ضرب جزاء ناجح المدرب، خاطر في الوقت هذاك كما سجل ضرب جزاء ماشي المقابله باش توفى. مع هذا بعد الهدف جاتنا بوتيتر الفرصه نتاع الشرميتي اللي كنا نقتلوا بها الماتش، لكن نقعدوا ديما هذه احكام الكوره، فما الاكسترا سبورتيف هو اللي بصراحه هو اللي حكم في المقابله هذه، الحكم كان ياسر يعني ظالم، هو اللي خلى للمقابله ملي كانت ماشيه في ثنيه، وحتى الاغلاط التكتيكيه اللي عملها المدرب واللي هو كانت واضحه والفكر نتاعو ناجح، كي جات ضربه الجزاء لهنا كل شيء تبدل، لهنا دخلنا في فيزيونومي يعني نتاع مقابله غير اللي حضرنا لها، مش على المستوى التكتيكي يظهر لي على المستوى النفسي للاعبين الكل سانز اكسبسيون خرجوا من المقابله، عدينا فتره نتاع 15 دقيقه مانيش موجودين. مثلا رينا البلبولي واقف وصحيح ويبعت في اصحابه العبوا كوره، وشوفوا حتى في الكلام أنا تاع بلبولي حتى شهادات على العائله والله لو سول جوار، وكان تذكر لحد اللي كنا نحكيو على البلبولي والدور نتاعو المهم. قلت لك شخص كان جاي عندنا زوج ثلاثه لاعبين قبل المقابله هذا، وقتها كان جاي عندنا زوج ثلاثه لاعبين اللي عندهم نفس الشخصيه وديلي دور، ممكن كنا نخرجوا من الفتره هذيك خسرتهم بعد ما سجل هدف التعادل غينيا الاستوائيه، وكنا نجموا نعديوها الفتره هذيك بقل يعني بقل تجنج ونرجع في المقابله وكنا ننتصروا. سيدة جدي، هل اليوم محكوم على المنتخب الوطني التونسي انه يفك المباريات ضد فرق اللي هي تلعب الكوره، وانه من صعيب عليه انه يختم مباراه كما ضد غينيا الاستوائيه؟ هل المنتخب الوطني التونسي يلعب خير ضد غانا كامرون كوت ديفوار نيجيريا خير من مع المنتخب غينيا الاستوائيه اللي مطلوب ان يخلق اللعب وان يسجل اكثر من هدف؟ لا، هي كل مباراه والوضعيه نتاعها. هو كان نشوفوا مقارنه بين الشوط الاول والشوط الثاني البارح بغض النظر على المنافس، فما معناتها ايفوليسيون بطريقه عجيبه. تصور في الشوط الثاني الحاجات القيم اللي قعدت في مخي انا، الضغط كان موجود، السرعة كانت موجودة، التناوب كان موجود، التوازن كان موجود، نحكي راهو في الشوط الثاني قبل ما يتسجل الهدف. الثقة في النفس، كان فما كذلك صعود جماعي، تحكم في الكورة. شو باش نعطيك لقطتين هامين. نحكي على شيخاوي، شفنا شيخاوي عمل تدريب اللي ماريناهمش عندنا سنوات. لا باش نعطيك حاجات هامة جدا، هكا هي اللي خلى ليماج اللي قعدت عند تقريب التوانسة الكل، هذاك علاش لو سونتيمون دو دوفوار نون اكومبلي قعدت بحذانا. سيكو الشوط الثاني نتاعنا كان متميز. حتى لقطة الهدف الوحيدين حسب رأيي وفي تقديري اللي في يعني تركيبتنا ما شفناهمش تقريب كامل المباراة إلا في بعض اللقطات، هما ثلاثة لاعبي المحور كسوا عبد النور
سواء بن يوسف وإلا يعقوبي وبدرجة أقل الخزري، ولو أنه شفناه في بعض الأحيان يعني في تدخلات تكون موش صحيحة. الإشكال هو كون وقت اللي نبدو ضد منافس كيما المنافس الغيني غينيا الاستوائية، ضرورة أنه الطابع نتاعنا يكون طابع نفرض به النسق اللعب نتاعنا. البارح احترمنا كثير المنافس نتاعنا، اعطيناه بوكو دو ريسبي، رغم أنه كان عندنا الإمكانيات ووريناه في الشوط الثاني الإمكانيات هذه. ثم الجانب الثاني وهو وحكينا عليه، أنه لما نكون منتصرين بهدف مقابل صفر وخاصة في نهاية المباراة، وهناسي عامل تكتيكي راه هام جدا، كيفاش نجمو نتحكمو في نسق المباراة في الدقائق الأخيرة. وهذايا البلبولي كنت تحكي عليه سبب بسيط علاش تمكن أنه يكون راسين في الأخير، الخبرة اللي خذاها من الخمس مشاركات على مستوى الإفريقي أعطاته الجانب هذايا. ومع الأسف مجموعتنا فيها برشا لاعبين مازالوا ناشئين، صحيح عندهم إمكانيات لبس بها، لكن نقص الخبرة خلانا نتعاملوا بالطريقة هذه ربما في نهاية المباراة. نرجعوا لكم شو ما الإيجابيات شو ما السلبيات شو الإيجابيات اللي باش نبنيو عليها بعد ما نشوف الصور هذه تاع ردود فعل بعض اللاعبين بعد نهاية المباراة، بعد الصفرة النهائية لحكم المباراة اللي كان تشنج واضح بالطبيعة أمامنا الصور، تدخل ليكانس اللي في ملاسنة مع الحكم الرابع المباراة، بلال محسني أمامنا أيضا، ثم الدخول لحجرات الملابس وردة فعل عنيفة وتدخل حتى من سيام بن يوسف اليوم، شاء الله ما يكونش عنده تداعيات بالطبيعة هذية تجاه الكونفدرالية الإفريقية، وما نتصوروش أنه بتزيد فضيحة على فضيحة الكونفدرالية الإفريقية. لكن اليوم نواصلوا الجانب الذهني اللي هو مهم، على شنو نبني وندر داود أهم نقاط اللي هي تعتبر إيجابية في خلاصة كأس إفريقيا برومتيا. أنا كلمة بذكة عجبتني السؤال نتاعك على التغييرات، التغييرات أنا شفتها متأخرة، وهبي الخزري منذ البداية، لأنه السؤال أنت قلت لخالد هرب خالد أي هرب من السؤال مارتين، هو خالد ده ومازال ما عنده تأثير الملعب الموسم الفائت، مازال هو يراوغ وأنا نعمله في التوادي تعبني عم الموسم اللي تعدى. أنا حبيت نقول أنه التغييرات كانت متأخرة، وهبي الخزري واضح أنه منذ الشوط الأول ما عطاش الإضافة، لم يتأقلم مع هذا المركز. ثمم لاعبيه انت قلت الشيخاوي تحسن الاداء، علاش؟ لانه ولا يلعب بحذاه، فجاني ساسي اللاعب عنده امكانيات انه يمد الكره نظيفه، انه لما ياخذ الكره رزين في لعبه، يستحفظ الكره، عنده ثقه في الامكانيات اللي قال عليها سي عمار اللي قليله ولات عنا، لانه صحيح ما راهو معناش لاعبيه على مستوى عالي، لازم ننقذه انه يمكن في تقييم قبل كاس افريقيا. هوني ما شاطركش راي نادر، لانه عندنا برشا مارينا جيل يلعب كره كما جيل هذايا على مستوى الفرديات على الاقل تقنيا نحكيو، معنا برشا ما كانش عندنا وسط ميدان فيه الشيخاوي، فيه الخزري، فيه فرجيني سيسي، فيه يوسف المساكني بالمستوى هذي، تو الاستعداد البدني ولا ذاني حاجه اخرى. لكن التوظيف نتاعهم يوسف المساكني خليه لين نحكي مسائل فنيه فرديه مالها، اي فرديه في وسط الميدان صحيح، لكن التوظيف نتاعهم المشكله لما تختار خطه تكتيكيه لازمك تبنيها كذلك على الدفاع. راهو حاليا في تونس ما عندناش لاعبين محور دفاع على مستوى عالي، ما عندناش لاعبين قويين في الثنائيات، ما عندناش لاعبين قويين في لي دويال ايريان ولا في لي دويال يوطا في التغطيه، يعني عندهم سرعه نتاع رده الفعل. يمكن الاختيار نتاع ثلاثه لاعبين في المحور، لانه راهو لاعبين محور الدفاع عندنا مشكله في تونس على مستوى هذا المركز. وبالتالي اي مدرب لما يلقى مهاجمين، ما نحكيش على غينيا بصفه عامه، اجابه على سؤالك انه عندنا لاعبين في وسط الميدان صحيح، لكن كل مدرب يحاول انه يعمل تغطيه وكثافه عدديه على وسط الدفاع، لانه في محور الدفاع عندنا مشكل كبير على مستوى الكاليتي نتاع اللاعبيه، هذا اشكال كبير. انا بالنسبه لي انا وهبي الخزري كان يعني دقيقه 83 في مقابله كي هذه رضا قال لعبنا خير، صحيح انا شفت لعبنا خير، يمكن بعد ما سجلنا هدف صحيح مسكنا الكره، وهذه على مستوى الثقه ورابحين واحد بلاش، ونرجع للكلمه نتاعك احنا القدر نتاعنا نلعبوا اكثر مع الفرق اللي هي تفرض علينا النسق، لما نلعبوا دفاع المنطقه قادرين ان عندنا اسيس ديفونسيف باهي، لانه الخطوط تبدا تطير لبعضها، وقتها حتى الاخطاء نتاع لاعبي محور الدفاع ما تظهرش، لانه لاعب الارتكاز يكونوا قراب. نقطه برك انا على الشيخاوي، اللاعب اللي عنده مهارات كبيره، لكن نكون ما نعرفش يمكن توافقوني ولا لا، انه الشيخاوي عنده مشكل، يخلق مشكل تكتيكي للمدرب، لانه الشيخاوي ما يلعبش قريب المهاجم. المره الوحيده اللي لعب فيها قريب المهاجم طلب كوره مع العكيش يسجل هدف بعد توزيعة المساكني، وخالد يعرف اذا دخل وراه يلعب زاد يخليه يطلع ولا ما يطلعش، لازم يذكروش الشيخاوي شافت ياخذ كورته ولا صانع العاب اللي يلعب خلف المهاجم المفروض انه ما يجيش ياخذ كوره من ساقين لاعبين الارتكاز. هذا الاشكال هو شوفوا تعقيب من عند سي عمار سامر. بالنسبه للوضعية ككل على شو نبنيه ثم العديد من الإيجابيات، لكن في بعض الأحيان نقعد
ما هيش يعني ما تكونش ما تلزمش تكون ملموسة 100% هنالك، لأنه ما غلطناش إلى محك معناها صحيح، ولو فما أشياء معناها إيجابية في كل الحالات. في التصفيات شفنا معناها الأرقام، يحتمل تشوفوهم بعد، شفنا الأرقام على مستوى الأرقام الشيء اللي عملناه يعني 14 نقطة إلى يعني الترتيب الفوز، لكن لما نشوف الإحصائيات اللي الأرقام اللي الداخل اللي هي يعني خط الهجوم خط الدفاع، نلقاو اللي فما نجاح كبير في الدفاع وراه ربما المنظومة ككل مسيرته البلبولي. في الهجوم افتقار، يعني 6 أهداف 6 مباريات، معدل هدف في المباراة، معناها كي ناخذوا ونحوصلوا نفس الشيء كي ناخذوا معناها الباركور الكل، نلقاو معدل هدف تاع مباراة، هدف تاع مباراة معناها تو ني با الابري من غلطة مهما كان، تو ني با الابري من غلطة نتاع اربيتر نتاع جوار نتاع تو ني با الابري، وصار افكتيفمون. دونك على مستوى الارقام، على مستوى النتائج، على مستوى التابلو، شوفوه الارقام لصالحنا، لكن على مستوى العمل، على مستوى ما نمتلك ماهيش صالحنا، هناك افتقار في العمل وفي في في وفي الشغل. الحاجه الثانيه، القرعه انصفتنا بمجموعه في متناولنا ومن البدايه قلناه. الحاجه الثالثه، ما امور ما مشاتش معنا مليح لما وقعت لنا زوج اصابات تاع زوج لاعبين يعني محترمين عندهم وزن وخاصه في خط الهجوم، فهذه اشياء معناها ربما زال ناخذوها نسوقوها لانها عندها دخل. الشيء اللي يقعد مثل ما قلت معناها في بعض الاحيان، مانيش ضد هذوما يعني الارقام اللي شفناها، يعني جبنا مثلا في التصفيات 14 نقطه من 18 الاهداف، 6 أهداف على 6 مباريات، قبلنا هدفين في 6 مباريات، معناها الارقام اللي كنت نحكي فيها معناها موجوده. دونك قلت في المجموعات 3 مباريات سجلنا خذينا 5 نقاط اللي هي يعتبر معناها من 9، دونك نسبه متوسطه، سجلنا 4 أهداف قبلنا 3 أهداف في كل مباراه قاعدين نقبلوا في اهداف، سجلنا معناها 4 أهداف ماهيش معناها نسبه كبيره، ديما بمعدل براتيكمون هدف في كل مباراه اللي ما نطرحموش وقت اللي نعملوا غلطه ولا جينا مثل هذه معناها تحكيميه، معناها التعامل نتاعنا ما كانش باش نقتل المباراه او يعني نكونوا مضمنين معناها النتائج نتاعنا. قلت نرجع للتحليل معناها ككل، مانيش ضد كون يلعب 3 مدافعين ماهوش مشكل معناها بالنسبه لي انا، نعاود نرجع للسبوره يعني في الاجماع عندنا 9 مش مشكل، نرجع معناها للتصوراتي ماهوش مشكل يلعب بالخطه هذيك، هو سيد القرار وصاحب، لكن كما قلت تكون فيها التوازن دفاعي توازن هجومي، نعرف واش نعمل، لكن إذا نحب نزيد نثبت أكثر الأمور واللي تتلخبط عنا هو كونه إذا كان كل مبارتين نغير الخطة متاعي أصبح الأمر يعني محير نسبيا، محير نسبيا علاش؟ لأنه التغيير كان تغيير جذري حسب رأينا، هنا مش الكلام اللي نسوق فيه اللي هو أو باش، لكن نعطي في رأي ربما في إضافة خصيتو بور لي سبيسياليست، إيش معناها فيه يعني تغيير جذري؟ لما نجي أنا من 4-3 من 4-2-3-1 نتعدى 3-5-2 يعني غيرت كل شيء، بدل براتيك مو كل شيء. مش لاعب مركز بمركز. لاديريفي نتاع 5-3-2 ولا 3-5-2 اللي هي لو لوزانج. عندي ثوب تاع 2 أتاكون يقعدوا ثابتين، ثم عندي لو ريجيسور هذاك اللي وراه الأتاكون مش هو بيدو، مي نحي ونحط في بقعته أنا أكسيال. وقت الثوب نتاعي تقعد. ما يضيع لي شيء. سيت اون ديريفي تقعد لي. الحاجة الأخرى احنا تعود هذا المنطق هذا ما كانش معمول به عندنا احنا من 2002 خلينا نقول. اللي متعودين عليه هو 4-2-3-1، الديريفي نتاعها هي 4-3-3، كونك تحط هذا اللي وراء المهاجم يولي قدام المدافعين، وطريقه معناها باش تسكر معناها المنافذ كله، وعمليه التسكير تنجم تسكر كيما تحب انت، تنجم تلعب حتى 4-4-2 ولي دو كولوار يرجعوا حتى الاخر ونجم نلعب بخمسه، اما يتحرقوا هذوما باش يتغيروا في الاخر، معناها عمليه كونه باش نسكر، دونك انا جوري بريفيري كونه نخلي نفس النمط قريب لبعضه باش نخلي الثوابت موجوده ولي روفير موجودين عند اللاعبين الكل مهما كانت الخطه لو بلون ا او لو بلون بي، هذا يكون معناها موجود. نقطه من يخص الشيخاوي، صحيح هو كونه صافي لونتون لعب عندي اتاكون دو بوانت، مي حتى لو نشوفوا الفيديوهات قوه الشيخاوي في 18 لما يدخل 18 متر بالراس سجل مركب بونت المراوغات 1-2-3 الى في دي ميرفي ضيع فرص عطى دي باس ديسيزيف، قوته كانت جازمه داخل 18 متر، حتى بالصور لو نرجعوا نشوفوا اللقطات تاع المباريات الكل لعبهم في الكان كلها قوته
يعمل ديفيرينسا يعني في الان كونتر ان كونتر دو لا وين لزاتاكون ديما اون انفيريتي نيميريك. هو قوي في الحاله هذيك، فربما كنا نجموا نريحوه من كيما نعمل تغيير منه يتنفس منه يعطينا ان بلوس معناها القدام. خالد المولي، شكون باش يقيم مسيره المنتخب الوطني التونسي في كاس افريقيا، وهل انت مع بقى لكانس ولا راح؟ ولا جوست انا ملاحظه صغيره تو سورتو في في السيستم نتاع 3-5-2 لي دو زيكسونتري هما اهم رول في الـ في الـ في الـ في الميدان. اسكو اليوم احنا عندنا في تونس كنا نلعب 3-5-2 يعني لازمك دي سبيسياليست، خاطر الرول هذاك لازم يكون عنده الخاصيات نتاع اللاعب وسط ميدان هجومي ودفاعي زاده ودفاعي. اسكو اليوم احنا عندنا اللاعبين هذوما علي معلول نتفاهموا نجم بيسك اللي عنده الفنيات على المستوى الهجومي اللي اتليتيك نجم، اما شكون على اليمين؟ هذه المشكله. قبل بار اكزامبل عندك حاتم طرابلسي طارق ثابت اللي عندهم لي كاليتي حتى في السيستم تاع 4-2 يعديلك اكثر الوقت يعني في الهجوم، خاطر يعرف اللاعبين وسط الميدان. المثلثي رامي البدوي تعتبر انه ما عندهمش خصال هذه؟ كيفاش؟ المثلثي رامي البدوي تعتبر انه ما عندهمش لا خصال؟ رامي البدوي ستان ديفونسور هو المدرب نتاعو، يعرف سانكسيا اللي نجم يلعب لك في المدافع ايمن دور دفاعي ما انا وقت دور دفاعي هاي. بقى المثلثي مازال يعني حديث العهد بالمنتخب يلعب يعني شوف يعني في البوست هذاك حمدي النجاز حاليا عنده امكانيات رهيبه ونجم يكون بروفيل تيب في المركز هذا. ماهوش موجود حمزه العقربي لاعب النادي الافريقي كيف كيف في 4-2 يلعب يعني انا تير دروا نجم يكون في البوست هذاك، يعني باش تحول من خطه معينه لخطه واحده اخرى لازم خصال لاعب تمشي معك، لازمك عندك في وسط الميدان ما عندناش مشكله خاطر بليزو موالي روبير مش تبدلوا فهمني، اما لي دوزيك سونتري واللي هما الباز نتاع التكتيك هذا اللي باش يعطيوك لارجور في وسط الميدان وممتاز باش يعطيوك دي سوليسيون في وسط اللعب هذايا بصراحه بوتيتر اي ما لقيناش. شكون باش مهدي تعليق صغير خاطر كلامه مهم جدا اللي كان يقول فيه. راهو فما اشكال صغير اللي كان جمعنا عنده 6 أشهر تقريبا ما خسر حتى مباراه. برافو. اثنين اي جوار اي لاعب من 23 لاعب ولا واحد ينشط في فريقه بشكل 3-5-2 او 5-3-2، ندور عليهم الفرق الكل من موناكو حتى للنجم حتى للافريقي للترجي الكل. أيه. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه نشوف المباريات اللي لعبنا فيهم بالشكل هذايا اللي هم المعروفين السنغال اللي روتور والمباريات اللي شفناهم في نهايه مصر زاد بطبيعه مصر بدات وقتاش فكره 3-5 سنين كان نرجع برك تاريخيا وقتاش بدات قبل ما يجي لي كاس مع مباراه وديه اظن ضد كولومبيا. ونجحنا فيها وعلاش تعملت وقتها تعملت على خاطر ما كانش عندنا الافكتيف نيسيسير خاطر برشا جوارات مع اللي مضروب واللي مع الجماعه في كوب دافريك ومن ثم وقت اللي شاف الناخب انها نجحت بدات تمشي دونك يا با يو لو تون نيسيسير بور سادابتي. اثنين تعتبر مشروع طريقه لعب المنتخب تنجم تكون مشروع إيه لكن هو اذا تنجم تكون مشروع اذا يكون فما الوقت الكافي نتاع خدمتها واذا يكونوا اللاعبين عندهم البروفيل باش ينجموا ينجحوا. حسب رايي انا ربما تسرعنا في الوقت هذا باش نواصلوا في الرسم التكتيكي هذا. باهي نادر كلمه على 3-5-2 بعد نمر ونكمل مع خالد على مثلا شكون يقيم الكلمه. انا مش نضبط بين سي عمار وبين رضا انه المشكله مش في الطريقه، المشكله في التعليمات. كما قال سي عمان نجم نلعب 3-5-2 اللي احنا ما نلعبوش في مهاجمين يعني 3-5-2 ما حدش يلعبوا بها، قاعدين نلعبوا في 3-6-1 ولا 5-4-1 ما ثماش مهاجم ثاني مع العكيشي. العكيشي كل مره والمشكله العكيشي مهاجم صريح وحده وخرج برشا. قال سي عمان عمل مجهود بدني كبير شفناه العكيشي خرج برشا مرات على الاطراف. المفروض لما المهاجم المحوري الصريح يخرج على الاطراف يلزم لاعبي وسط الميدان اللي في الجهه المعاكسه هو يكون موجود. حاله واحده التوزيع نتاع العكيشي اللي كانت في راس كانت الذكوره في راس فرجاني ساسي زاد هوني سامعني كان تسمعوا العكيشي مادام انت ركزت على العكيشي برشا هوني نطرح سؤال حول الموارد البشريه. وقت العكيشي نعرفوا اللي التحق بالمنتخب بعد اصابه فخر الدين بن يوسف وصبر خليفه نطرح سؤال اللاعبين اللي اختاروا قبل العكيشي واللي ما لعبوش وقت اللي عيط العكيشي هل كان اختيار صائب ولا كانوا جوز بيجيو يقعدوا على البنك وكاو يعبيوا القائمه؟ هو اللي نطرح سؤال بالنسبه للاختيارات. اكيد فما 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 خطا في الاختيارات. انت لاعب جي من يعني من اور 23 ويلعب المقابل الكل هو احسن هداف في الدوري احسن يعني يلعب تحطه دوت سويت يلعب سو كيفي اللي فما لاعب قبله كان موجود ما يستحقش البلاصه هذا هذا اكيد وما فيش ما فيش نزاع. ما صارتش بدقه حول امكانيات اللاعبين اللي نجموا يكونوا في 23 ربما الوقت ما كفاش لانه جات في فتره ضيقه لكن حسب رايي انا الاختيارات كانت تنجم تكون اوسع وربما كلك اوتر بروفيل كانوا نجموا يفيدوا المنتخب والاسماء نجموا نذكروها لكن المجال توا ما عندناش وقت باش نجموا نقولوا الاسماء الكل. باش نرجع للمساله تركز عليها مساله شكون باش يقيم لانه كل كاس افريقيا تمر والى حد الان ما يصيرش التقييم السليم والمستقيم اللي نحب
تحبوا علي، لكن خلينا نرجعوا مع بعضنا في تقرير حول المظالم التحكيميه اللي تعرضت لها الفرق التونسيه، وباش نحكيو ايضا على البلاتو. يمكن في التقرير باش يمشي في اتجاه واحد، لكن باش نحكيو على المظالم التحكيميه اللي استفادت منها الانديه والمنتخبات التونسيه. نتفرجوا مع بعض. بين الكرة التونسية وتحكيم الإفريقي قصة معاناة طويلة ومريرة. الحاضر كالماضي شهد على مظالم تحكيمية كبيرة تعرضت لها أنديتنا ومنتخبنا في أكثر من مناسبة كروية هامة، من التوغول تشيلي في 78 إلى الموريسي راجين ترابارسان في 2015، مرورا بكوفيكو جا وكوكو. صفارات مشبوهة وراء أكثر من هزيمة وأكثر من إقصاء لتونس. المظالم تتكرر وممارسات تعودنا بها وتعاملنا معها بأسلوب حضاري ورياضي، لكن على الأرجح الاتحاد الإفريقي لا ينوي وضع حد لهالمهازل. التاريخ يشهد ويحفظ أن كل أنديتنا عانت الويلات من التحكيم الإفريقي. النجم الساحلي في زوز نهائيات إفريقية، 2001 في الجزائر أمام جي اس كا، و2004 في نهائي تشامبيونز في أبوجا أمام إنيمبا النيجيري. أهداف وضربات جزاء خيالية تحرم الإتوال من ألقاب إفريقية غالية. الإفريقي أيضا أمام إنيمبا يعاني الأمرين ويخوض تصفيات إفريقية في أجواء مجنونة وأبعد ما تكون عن الرياضة، وفي ظل صفارة على مقاس المستضيف والكاف لا يحرك ساكنا. الترجي بدوره ذي حظه، نهائي 2000 أمام قلوب الصنوبر الغاني، ثم نهائي شهير في لوبومباتشي أمام مازامبي الكونغولي، وخماسية بإمضاء الحكام كوكو جاوبي. والتاج الإفريقي يسرق في مناسبتين من فريق باب السويقة. نهائي قاري آخر حكمت فيه السفارة الإفريقية وحرمت الكرة التونسية من لقب السيئان، نهائي ملعب رادس اللي ألغى فيه كوفيكو جا ومساعده هدف للسياسيس، وزوز انفرادات واضحة بداعي التسلل وحول وجهة اللقب أنذاك إلى القاهرة. السيئة بي لم يكن أفضل حال، وفي آخر نسخة للكاف ضرب جزاء خيالية تحرم البنزرتي من مواصلة المشوار في السباق الإفريقي. هذه كلها بعض أمثلة من ماضي مرير عانى فيه المنتخب أيضا من صفارات مشبوهة، لعل أشهرها في كان 1978 في اللقاء الترتيبي أمام نيجيريا، ونهائي 1996 اللي تلعب في أجواء لا تمت لكرة القدم بسيلة، واختمها البارح راجين درابارسان بفضيحة كان 2015 أمام أعين العالم وكالعادة بتسكية من عيسى حياته. ويبقى سؤال المطروح، إلى متى ستظل الكرة التونسية رهينة المصالح الضيقة لرئيس الاتحاد الإفريقي، وإلى متى الصمت أمام هذا الظلم الفاضح؟ اليوم خدمة كبيرة تستنى فينا، عنا سنوات مناش موجودين في الهياكل الدولية، وشوفنا زادة كما استفادوا المنافسين تاعنا، كما استفاد المنتخب الوطني التونسي. اليوم باش نعطيو كل واحد حق، جرب صافي قاعدين نجمو نحكيو. خالد انت كنت موجود، نحكيو على مباراة التوغو 2004، مباراة السنغال، نرجعوا لتصفيات أخرى، مباريات عندي، حتى الحضور التحكيمي في 2000 دور نهائي تغير توجه الكأس الإفريقية في 2000 بين نيجيريا والكامرون. معناها خالد المولهي، هل تعتبر أنه السيستم كامل لازم يتغير، ولا لازمنا ندخلوا في السيستم ونغيروه من الداخل؟ هو يا حبذا يتغير، لكن وقت اللي ما تنجمش تغير لازم تدخل في سيستم، لازم عندك ناس فاعلين يضربوا عليك، لازم فما شكون يخاف منك، لازم شكون يقدرك. هذا بصراحة كان موجود السنين الاخرانيين، وتمثيل نتاعنا في سي طارق بوشماوي قليل ورينا الحق نتاع الأندية التونسية ولا المنتخب بتضم. لكن بصراحة بالصفة الفاضحة نتاع المقابلة نتاع البارح، يعني عمري ما ريت، عمرنا ما فريق ولا منتخب استفاد بالطريقة هذه. يعني نجموش نقول عليها كان يعني مبروحة. شفنا سي طارق بوشماوي في المباراة راه غادر المكان نتاعو وقت اللي فما لي بلون سيري، شفناه من الأول قاعد وبعد الهدف كان غادر المكان نتاعو. لكن النقد اللي توجه مثلا تجبت على طارق بوشماوي كان محلي، كان تونسي، وأكبر يمكن عملية لنقد نقول شو نقولوش تنبير يمكن على طارق بوشماوي كانت محلية، كانت تونسية. تفضل. أنت قلت عمره مارينا خالد، فرينا 2006 نهايات
مصر نهائي نذكره مليح المشهود مع التفضيحة التحكيمية في النهائي وقت اللي ربحت مصر. وربما نحكي على تونس نحكي لا بالنسبة لتونس حاجة خاصة لا الفضائح شفناها من بعد 6 شهور التالي أنا كنت موجود على الميدان راه مشكلة الحكام تاع 45 سنة عانينا منهم 6 شهور التالي مع الأهلي المصري النجم الساحلي في مباراة الكاف نتذكروا مليح كوليبالي هذا اللاعب المالي كان أخر له مباراة تقريب وقع معناتها إسناد له المباراة هذه بضربة جزاء واضحة لا غبار عليها فرانكوم نتذكروا روح المباراة سيطرة كاملة النجم الساحلي في المباراة هذه نخرجوا 0-0 وبالتالي الأهلي المصري شو الحل شو الحل الحل شو الحل هيك التمثيلية الدولية بالنسبة لتونس في تقديري الحل اولا لا ريبريزونتاتيفيتي التمثيل نتاعنا على مستوى الهيكل الدوليه ايميدياتمون في كل بكل سرعه لازمنا نكونوا متواجدين على كامل الهياكل وهذا باش يمر اولا بالمصداقيه نتاعنا خاطر لازم يفوكو موسي بار سوا ميم لازم نبداو برواحنا ثانيا يلزم يعني نكونوا عندنا سلطه ادبيه وسلطه معنويه تجاه الجامعات المحيطه بنا خاطر اذا ما نكونوش مؤثرين بالدرجه هذه ماناش باش نوصلوا حضرت ان ايفينمون هام جدا مهدي في 2008 في ديسمبر دوره سيكافا كاب يشاركوا فيها ما يقارب 8 فرق وطنيه يعني دوره ما عندهاش قيمه كبيره لكن لما مشيت وقت نعينوا في المنافسه تاعنا كينيا نشوف نلقى لي مومبر اكزيكوتيف الحاليين الموجودين في الكاف كانوا متواجدين لا لشيء الا انه باش يكسبوا ثقه ود رؤساء الجامعات هكا اللي موجودين غادي وهنا هنا مربط فرس وهنا دورنا احنا كاداريين يلزمنا نكونوا متواجدين في كل تورنوا اقليمي والا دولي في افريقيا الا ويلزم نكونوا متواجدين بيان سور فما لابور تاع سلطه الاشراف اللي تنجم تكون عندها انابور بتشجيع الاطارات تاعنا اللي عندها امكانيه الوصول على مستوى المؤسسات هذه هذا هام جدا اذا نحبوا نكونوا عندنا سلطه على مستوى الهيئات الافريقيه والدوليه نقدر كيفاش نجموا اليوم نعطيوا دروس للكونفدراليه الافريقيه ونعطيوا دروس يمكن على الفساد المالي والاخلاقي وغيره والتلاعب بالمباريات وقت نحن في تونس نشوفوا البطوله نتاعنا كيف تصير نشوفوا التعيينات تاع التحكيم كيف تصير نشوفوا المشاكل بالجمله اللي حكى عليها سي عمار اللي كيفاش نبداو بالمساله الداخليه تلين شوفوا حتى الانتخابات نتاع الجامعات نتاعنا حتى الجامعه نتاعنا نتاع كره القدم ولا اي رياضه اخرى اي معناها الفساد متفشي في الهياكل المحليه كيفاش نجموا نقاوموه على المستوى الدولي موجود ما نكذبوش على بعضها الكل لعبه كواليس الكل علاقات الكل لعبه مصالح موجود يا اخي شنو الحل؟ نبداو ننظفوا في تونس نمشيو لبرا اعطوني التمشي انا مش فيه الحل شوف احنا عايشين في تونس هو في تونس ديجا يا اخي الاتوال مش عندها هدف مع نادي البنزرتي ما في حد شيء ثم اهداف تسجلت في كل الجمعيات في البطوله انا شفت اهداف ظلمت وكل جمعيات نفذت النجم شفت اهداف يعني اهداف ما فيها حد شيء ما تحسبتش للامانه نحكي اليوم على ضربه جزاء خاطر اليوم احنا توجعنا لما الاخرى توجعت شويه نجم الساحلي ولا فريق تو اليوم تونس كلها توجعت باللقطه هذه لكن هذا موجود احنا كيفاش نصلحوا انت الانسحابات نتاع وديع الجاريه وغيره بالعكس عندي مش تخلينا المجال مفتوح هذا الكرسي الفارغ معناها هذوما ناس عند من عام 88 الراجل موجود الراجل عمل له عروق عمل يعني حاجات كبيره برشا يلزمك احنا في تونس شو نقولوا احنا حتى في الفرق نتاعنا ما تعطينيش حق الناس ما تاخذليش حقي ديجا في تونس في البطوله نتاعنا كمسؤول يحمي النادي نتاعو سي ديجا بيها انه ما ياخذلكش حق الناس باش ما نكذبوش على بعضنا كيف في افريقيا الجزائر عليه ما مسح حد الجزائر عندها راو راو يعرف خويا عندك خبز الجاتو تقسمهم البار نتاعي انا جزائر مسؤول راو راو قام باعاده ولاده الكره الجزائريه بتغيير وتنقيح قوانين دوليه راو معناها نذكروا هذه اللوبينغ اللي نحكيو عليه معناها حل نجموا احنا الجيل الكامل يلعب سامحني كاس العالم 2010 واللي ترشح في ملحمه السودان اللي نحكيو عليها منين جاي يا اخي الكل كان في كلير فونتين مادي نجم احنا نقولوا مثلا رئيس الكاف او المكتب نتاع الكاف او نتاع اي جامعه اللي يترشح ما عندوش اكثر من دو موندا مثلا تراجل من عام 88 يعني يمكن يكون الاجل هو رئيس الكاف يعني راهو غريبه يعني ما فهمت يعني تنقيح القوانين اللي تحكي عليها انت كسوى في تونس على المستوى الدولي المستوى الاقليمي والمستوى الدولي كيف على المستوى الدولي لازم نقحوا القوانين سامر نختموا معك في المساله هذه والله ما عنديش يعني اختصاص برشا في الكواليس لا نتاع الجامعه لا نتاع الكاف لكن نتصور حسب التجربه وذكرته معناها شكون عينك شكون نحكت وتفهم شنو كواليس يا عم في المنتخب معناها نشوفوا ذكرته مثلا راوراوا كيما عندنا احنا عده اسماء معناها خدمه الكوره دونك اللي باش تدعم وصلت الاشراف باش يكون انسان يعني عطاه لبلاده برشا خدم مليح
عنده كابيتال معناها اكسبيريونس، عمل ديزاكسيون في الكوره، مش ديزاكسيون تاع واحد يعني، ديزاكسيون يعني حاجات تطور بها كره العالم كره القدم. اليوم فما جيل كامل تاع مسيرين بعده شويه على الكره المحليه، ما نجموش نعولوا عليهم؟ اي جوستومون يعني هذاك الكابيتال كونفيونس حمود بن عمار عثمان جنايع مسيرين مجنون متمكنين من القوانين، متمكنين من عمليه التسيير، عندهم كابيتال ريلاسيونيل كبير في تونس وخارج تونس، هذوما الناس اللي نجموا يكونوا معناها انفلوون، مي لا جينيراسيون اللي طالعه ما زلنا معناها او ديبي يلزمهم برشا اكسبيريونس، فما ناس يعني لاباس بهم قاعدين توا شادي جمعيات، لكن مازالت يعني الخبره والكابيتال معناها كما قلت ريلاسيونيل وليزاكسيون باش لازم مازالت بعيده شويه، لكن اللي باش سلطه الاشراف الدعم وكذا لابد باش يكون انسان اللي متمكن وعنده افكار باش ينجم يدخل يعني السوق هذه معناها يكون نافذ وفاعل على مستوى القوانين كما كان الفضيلي في الاتحاد العربي لكره القدم، كما كان سليم شيبوب، كما كان عثمان جناي، معناتها ناس اللي معناها فاعلين ونافذين ودخلوا معناها يعني فرضوا رواحهم. كي نرجعوا للكواليس عمليه الانتخاب في 2004 انت جبت على سليم شيبوب معناها وكل المتدخلين كانوا تغيير وجهه التصويت كانت بطريقه قويه برشا معناها سياسيا نحكيو، معناها اليوم زادا لازم نرجعوا نخدموا الخدمه هذه. باش نمروا لمسيره المنتخب، اربع مباريات في كاس افريقيا هذه، هل لازم نتحصروا على الانسحاب والا لا؟ الاجابه في التقرير التالي. أردناها كان النجاحات، انتظرناها كان العودة للبوديوم، لكن اللي يحسب وحده يفضله. في رمشة عين الأمل يتحول إلى ألم، وعقدة البند المنظم تتوصل حتى إشعار آخر. لك التو مانيش مستوعب الموقف، معناتها راني قلت لك معناتها الحاجة اللي توجع بالحق، معناتها خاطر ناس تعبت، ناس ضحات، ناس تعبت ما بدات في غينيا، وناس معناتها عديت من وقتها برشا حاجات نتساو معناتها حاجة توجع كهو. فضيحة كبيرة مش لعب، فضيحة كبيرة. واحنا مظلومين معناها مظلومين معناها. واحد مش تقعد له غصه في قلبه لين يموت. On se sent très mal traité dans les premières deux semaines. ظلم كبير في زوز الاسابيع الاخيره تعدينا بظروف صعيبه، لكن في ظروف كما هكا ما لقيت ما كومسا تي بو با ريستي دبو جي ميكسكوز. نعود للحكايه من البدايه، من ابيبيين انطلقت المغامره، بدايه صعبه في ظروف قاسيه على اللاعبين وحتى الإعلاميين. ما لقيناش ماء، ما لقيناش ضوء، أبسط الحاجات معناها باش نجمو نعيشو كونفورتابلومون ما لقيناهمش. ضد الكافيري انطلق المشوار، أفراح ثم غسرات، وفي النهاية تعادل بوزن 3 نقاط. ما كناش في نهارنا ما عرفنا كيفاش نتقدموا في النتيجة، والحمد لله معناها ربي وفقنا اليوم، والولاد كل عادينا ماتش باهي. ما علينا كان نخدموا على رواحنا، توا الماتش هذا تطويت الصفحة خرجنا بان بوان، ما صار مازال ما تلعب حتى شيء. نجم نقول اللي الحمد لله ما خسرناش معناها كونتر اون ايكيب معناها تخي ايكيليبغي. في ثاني المواجهات زامبيا تكتفي بالأداء ونصور تكسب الأهم، فكان الانتصار مفتاح التأهل. الحمد لله انتصار بعد غسرة كبيرة ياسر معناها فهمتي ولا الحمد لله انتصر تونس وهذيك هي الفائدة ان شاء الله الترشح للأدوار المقبلة. معناها الميطون الأول ما كانش كوم الفول، الميطون الثاني بصراحة فرحونا بعد غسرة كبيرة وإن شاء الله هذه البداية ومازال. أخيرا الوفد التونسي يتخلص من جحيم إبيبيين. باطل وجهة جديدة، وجهة آخر المناورات في دور المجموعات. رفاق البلبولي في رحلة استياد فهود الكونغو الديمقراطية، بونتو العكيشي أسعدنا، هدف بوكيلا خوفنا، لكن العبرة بالخواتيم، تونس تتأهل إلى دور الربع النهائي، فكانت الأفراح. 31 جون في 2015، المنتخب في تحدي جديد بأمل متجدد، تونس في مواجهة غينيا الاستوائية. العكيشي حل الشبكة،
يفرح 11 مليون. الشرميتي ضيع الكو واللي ضيع معليه كان يلوم نفسه. في الوقت القاتل سيشورن يحكم بحكامه بينالتي خيال في خيال، ومن هنا كان الانقلاب انقلاب رياضي أشبه بالانقلاب العسكري. هكذا شاء سيشورن وعيسى مدى حياته، ولو كان الكرة لسان لصرخت وقالت يجيك يوم يا ظالم. خالد المولي، كيف يمكن تحويل هذا الانسحاب إلى شحن للمسابقات القادمة؟ نعرف اللي عندنا كأس الألعاب الأولمبية بالنسبة 2016، ثم كأس أفريقيا 2017، كأس العالم 2018. شوف، في كل مسابقة قارية ولا إقليمية لازم تخرج بإيجابيات وسلبيات، هذا أكيد. المشاركة متاعنا بصراحة في كأس أفريقيا هذه كان فيها سلبيات، لكن فيها زاد إيجابيات النجم ودمنيو عليهم. المردود متاع المنتخب بصراحة تراوح ما بين السيء والمتوسط، وما وصلناش بصراحة للفنيين ولا الناس اللي تفرج، ما وصلناش المستوى اللي كنا نحبذوا باش نراوه، مستوى مقنع. لكن مع هذا النتيجة كانت نجم تكون خير برشا، كما على غرار التصفيات. حتى في التصفيات ما قدمناش مردود كبير، لكن النتيجة كانت متميزة. في كأس أفريقيا كيف كيف ما عملناش مردود كبير، لكن النتيجة كيف كيف ترشحنا الأولانيين في المجموعة متاعنا. جزئيات نرجع لك سؤالي تاع قبيلة، شكون باش يقيم اليوم ومع الإبقاء على الطاقم الفني الحالي اللي شهد تغييرات أيضا، خروج غازي الغرايري، ماهر كنزاري اللي يعود لطاقم المنتخب؟ أكيد، شوف التقييم راهو فما فنيين، فما إدارة فنية، فما مدير فني، هما اللي قراب للإطار الفني، هما القراب للي كونديسيون. خاطر اليوم كان باش تعمل تقييم منطقي لازم تاخذ الجوانب الكل نتاع الرحله نتاع المنتخب، لازم تقيم الظروف اللي نتاع نتاع الاقامه، ظروف المحيطه بالميدان، الظروف المنافسين. كما رينا الاكسترا سبورتيف هو اللي بصراحه خلانا اليوم نخرجوا من باب صغير نتاع المسابقه هذه، لانه الناس كل تعرف المستوى نتاع كاس افريقيا هذه ماهوش المستوى العادي، وكان اي يعني المفاجاه تنجم تصير من اي منتخب، والمنتخب التونسي كان قادر بالواقعيه نتاعو باش يوصل حتى لابعد نقطه. الواقعيه هذه الواقعيه حاجه بصراحه تحسب للمنتخب التونسي. فما اليوم رغم اللي الناس كل ممكن تختلف ما بين تكتيك وتكتيك، لكن مش بسهل منتخب باش يلعب يكون عنده يعني يكون عندك لاعبين بالقدره هذه باش يتمشاو مع اي تكتيك، ولو انه النسبه نتاع النجاح متفاوته. هذه بصراحه اشياء لازمنا نبنيو عليهم. فما لاعبين زاده لازمنا نبنيو عليهم مستقبل، فما مفاجآت بصراحه في كاس افريقيا هذه، محمد علي منصر، علي معلول، العكايشي، البلبولي لاعب الخبره، دونك فما مثلوثي، فما لاعبين بصراحه اللي نجموا نبنيو عليهم المنتخب، ولو انه المجموعه ككل شابه. يعني حتى تشوف انت اكبر واحد حسين الراقد 31 سنه نجم يكون موجود في كاس افريقيا القادم ولا كاس العالم. دونك لهنا الايجابيات موجودين، ما لازموش نضخموا ياسر الانسحاب نتاعو، خاطر حسب رايي حكموا فيه جزئيات، والجزئيات هذوما خارج الميدان. شكون الغايبين اللي برزوا يمكن بغيابهم في كاس افريقيا هذه اللي كانوا نجموا يعطيوا اضافه للمنتخب الوطني التونسي اليوم؟ رقم واحد، سامحني نوقفك على السؤال، الحرباوي. الحرباوي كلاعب حسب رأينا نظرا لامكانياته، وخاصه في البروفيل نتاع الرسم التكتيكي اللي شفناه نوعا ما في كان يعاون، كان حسب رأينا كان ينجم يكون عنده اعانه كبيره. وسي دوماج على خاطر المشكل اللي عنده مع ليكيب ناسيونال عنده 3 سنين ما تحلش، وثلاث سنين ما وصلش الحل. حسب رأينا هذا اشكال كان كنا نجمو نحلوه بيان افون، وكان ينجم يعطينا الاضافه. مش كان هو في تقديري حمدي النجاز على الجهه اليمنى كان ينجم يكون اضافه في ظل الرسم التكتيكي كذلك نتاع 3-5-2 او 5. زهير ذوادي تجاني زهير ذوادي على الجهه اليسرى كايكسونتري ينجم يكون كذلك اضافه. انا حسب رايي الممرن او الناخب الوطني ما عندوش الوقت الكافي في 6 اشهر. تو عنده الوقت باش يخدم؟ اكيد. باش من واجبنا انه نخليوه يخدم ولا بالعكس؟ هاو جاك باش نجاوبك. دونك في 6 اشهر ما ينجمش يعرف كافه اللاعبين التوانسه داخل وخارج تونس، وبالتالي هو رهينه الوقت هذايا. اثنين، من يقيم؟ سيكلارينات من لوجوشه هم الفنيين المحيطين بالمنتخب اللي عندهم درايه بالمنتخب اللي خدموا في المنتخب والا الفنيين الموجودين على الساحه حاليا. 3، هل هناك استمراريه ولا؟ بالطبع انا
مع الاستمرارية 100%. لأنه لماذا؟ لأنه اليوم كان يحكي خالد فما نقاط إيجابية تعملت، فما نقاط سلبية. الظاهر والأكيد هو معالجة الحاجات السلبية ذي، لكن فما نقطة هامة جدا. الجزائر اليوم خرج 2-1 على ما أظن النتيجة، 3-3 راوراوا قبل الذهاب إلى الكان، قال بالحرف الواحد هدفنا هو النصف النهائي. اليوم ما نجمش يقول غير أنه فشلنا، دونك واضح الجزائر فشلت في الهدف. انت تعرف شنا ولا مشناش اليوم؟ انا ما نعرفش. تعرفش علاش؟ خاطر الهدف منذ الذهاب ما نعرفوش. كان فهمت ضبابيه مش ما نعرفوش. وشوفوا التقييم تاع الشارع الرياضي، ردود فعل محبي المنتخب والجماهير اثر المباراه. تتفرجوا بعض. أنا خويا شنو ذنبنا؟ شنو ذنب منتخب يكون يلعب 90 دقيقة لعب بعد أنت طيح له كل شيء في الماء؟ والله سيعمل لار صدقني، نقعدوا ديما هكا الأفريق، نقعدوا ديما التالي، عمرنا ما نقدمه. يوم الأبيتر عمل اللي حب وستا ويحب يقول كلمة، كل ما يسعى حياته في الكاف. تونس ديما في المشاكل مع الحكام، تونس ديما لاباس بالروح بالدم نفديك تونيزي. كرة القدم الإفريقية من إذا كان مش تبقى هيك تبقى إفريقيا دوم متخلفة، معش ما تم حتى إمكانية باش تتحسن الكرة بطريقة هيك. فضيحة بسم الله عيسى حياته صراحة، جاء في المدارج وتونس هذه مش لعبة، ما فهمناش كيفاش، فهمتني؟ مهزلة كبيرة ياسر تونس صراحة اليوم، معناها ما فهمنا شيء اليوم. الحكايه غير من الاربيت، يعطيهم الصحه زوارات اخويا لعبوا مع في الاخر الزوارات ماهيش بلنتي. هو باش تسمى في تاريخ الكره الافريقيه حادثه باطه هذه مع الحكم اللي معناها ما نقولوش ظلمنا، خاطر يظهر لي انا اللي يظهر لي عيسى حياته عنده اوراق معناها لعبها في اخر لحظات معناها نتاع المقابله اللي خرج بها جواراتنا. نحن فرحانين به انه بالحق معناها خرجنا بكيب تاع دي جون اللي نقروا بها حسابنا حتى ونلعبوا بها ان شاء الله في 2018. هذيك الافريق وهذيك عيسى حياته وهذاك هو الشاب التونسي، اعطاه كل ما عنده، برافو يعني. كنا متوقعين الشيء هذا باش يصير. ايش شو هلك بارك الله، لعبنا بالقدا بالقدا ولا غالب مش كاتبه وكا برا جنب وحالك وحده عبدسه زايده. قلت لك 90 انا هذا الافريق ونقعدوا ديما هكا الافريق مش بالفاسون هذه، بالكومبورتمون تاع لي زاربيتر، بالكومبورتمون تاع عيسى حياته، مش نقدموا بالكره الافريقيه وخلانا اونتر جيمي الضحكه الناس تتفرج فينا من برا وعلى مستوى عالمي الناس كل تتفرج فيك. بالنسبه لي يعني ضحكه، سرقونا المباراه. بالطبع نشكر الزملاء اللي قاموا بالتحقيق هذا، ونشكر خاصة كريم الظريف، الصحبي إبراهيم وقيس بن مفتاح اللي كانوا في قطر، صاحب توفيق زعبوب ورضوان الصالح القيام بالعمل هذا. نحييو كل الجالية أيضا التونسية اللي مقيمة بقطر، وشفنا دور تاعهم في بطولة العالم لكرة اليد. بالطبيعة شنو رأيكم نادر داوود في الكلام تاع المواطن، كيفاش تقبل الكلام هذا، وهل لازم ردة الفعل تاع المواطن التونسي المحب الجماهير الرياضية تكون من نفس القبيل تاع ردة فعل المسؤول الرياضي؟
شوف المتفرج المواطن يحب تونس يعني يتفرج بأحاسيس ويتفرج بمشاعر كبيرة بحب للمنتخب يعني ما تجبش تكون هي نفسها متاع المسؤول المسؤولة ما ننكروش كذلك احنا بعد روعنا نص ساعة يعني في صحيح انه الحكم لو حتى في حس اضافية يعني كان يعني سانس يونيك لكن كذلك حتى التصرفات احنا متاع ملاعبين ومتاع البنك متاعنا كذلك ما كانتش في المستوى لانه لو مالي في سي انت عرفت انه مازلت لك نص ساعة واحد واحد والحكم هذايا قاصدك ومش يعمل كل شيء باش يخسرك احنا كملنا سالنا عليه الماموريه الشيخاوي خرج من المباراه شفناه قائد فريق على عتو شفناه حتى عمل حركه نتاع ضرب مهاجم يعني شفنا الحركه اللي في اخر المقابله كنا نجموا ان نتملكوا انفسنا اكثر من هكا ونحاول ان نكونوا اذكى من هكا في المقابله لكن تحس انه المدرب حتى تصريحاته من قبل ولا حكايته على ظروف الاقامه وكذا تخل في برشا حاجات اكسترا سبورتيف يعني كنا لكن حمل المجموعه نتاعو زاد المدرب تاع اوكي مثلا انا ما سمعتش اللاعبيه تحكي على الماكله وعلى النزع وعلى الاقامه راهو عشناه راهو اللاعبيه نتاعنا راهو متعودين راهو خالد يقول لك في الافريق يعني الوحيد اللي كان متفاجئ بالظروف هذا الكل المدرب خاطر اللاعبين بصراحه متعودين يلعبوا الكاف مع الفرق ويلعبوا الشامبيونز ليغ ويعرفوا افريقيا اليوم شكون تلقى ثلاثه اربع لاعبين اول مره يلعبوا مشاركوا في كاس افريقيا وتلقاه شارك مع الفريق نتاعو يعني مشى لافريقيا يعرف يعني لقينا المدرب هو بصراحه اللي متفاجئ بهذا الكل وهذا بصراحه اللي يعني في وقت من الاوقات خلينا قلنا بكشي هذا اللي اثر على المجموعه وليت الناس تخم في الظروف ونسيت الملعب هذا يعني في وقت من الاوقات بصراحه واحد من الناس قلت فما حاجه باش نشوفوا تاثير تاع على الراي العام تاثير تاع الراي العام وايضا الاعلام والمحللين اللي هما انتوما على اللاعبين باش يكون التقييم من عند الاستاذ علم الاجتماع الرياضي اسامه بو يحيى من عاش كان حاضر التقرير والا لا نشوفوا مع بعضنا فيما يخص اذا تاثير الراي العام والاعلام على مردود اللاعبين نتفرجوا مع كل تظاهرة رياضية كروية شارك فيها المنتخب التونسي إلا ورفقته سيل من التحاليل سواء في الصحافة المكتوبة الإعلام السمعي أو على البلاتوات التلفزية أو في مواقع التواصل الاجتماعي تحاليل أو ردود فعل تعديت في بعض الأحيان إلى حد النقد اللاذع وفيها تقليل في حجم وقيمة الإنجاز فما هي الأسباب التي تكمن وراءها؟ أهل الاختصاص أدرى بمعرفة مثل هذه الظاهرة إذا لاعب باش يتبع الوسائل ما يقال من خلال الرأي العام نعرف احنا زاد راهو الرأي العام يتصنع نصنع الرأي العام من خلال توجيهه من خلال الآراء اللي نبثوه نشوفوا اليوم البلاتوات القنوات الكل تعدي بلاتوات محلين على كل لون وكل شكل معنا تعدد المواقف تعدد الآراء تعدد التحليلات إذا اللاعب باش يركز وإلا يسمع ويشوف الآراء اللي تتقال حول المردود نتاعو بالطبيعة باش يتمس نفسانيا خاصة إذا يمثل المنتخب الوطني اللي يمثل الرأي الوطني إذا يحس اللي الشعب اللي من المفروض يكون سند واللي يكون هو يعطيه الدفع المعنوي ويعزز له ثقته بنفسه يشوف معناها الاختلال في النفسي من خلال الجمهور باش يتاثر هو في مردوده في على الملعب ونزيدوا عليهم اليوم الفضاء الافتراضي المنتديات الرياضيه المواقع الانترنت مواقع التواصل الاجتماعي تعطي تعدد في المواقف تعدد في الاراء اللي في بعض الاحيان تغيب عليه الموضوعيه والحرفيه نشوفوا اليوم اللي التحليل الرياضي اصبح مهنه قبل ما يكون معناها فما السافوار نشوفوا اليوم فما حتى لاعبين ما عندهمش التاريخ الكبير يحلل ويعطي في راي ويا حبذا هكا ويا حبذا هكا في بعض الاحيان تحس فما نوع من المغالاه في النقد وقت يكون انا كفرد كتونسي ما عنديش ثقه في نفسي في امكانياتي في قدراتي بالطبيعه باش تنعكس من بعد نولي نشوف كل ما هو تونسي ما عنديش فيه ثقه باش يحقق اي انجاز ونشوفه في ميادين الحياه الكل معناها اللي باش يجينا بشهاده من برا هو معاجب مكرم شهاده من تونس ديما نخزروا له هكا بعين الريبه والشك معناها كان ما عندناش الثقه في امكانياتنا وما عندناش الثقه في ايش نجموا نعملوا وقت اللي احنا كفاءاتنا في العالم الكل منتشره مشهود لها هذاك علاش هذاك ياثر زاد من بعد في مردود اللاعبين وقت اللي نشوف انا الجمهور ما عندوش ثقه فيا وفي امكانياتي بالطبيعه باش نتمس نفسانيا
ونكون مكبل شوية ونشوفوا تونس كل ما تخرج تلعب البارة معناها تحقق نتائج باهرة. احنا اليوم في بعض الأحيان يكون النقد نابع من معناها مواقف شخصية أكثر منها مواقف مهنية موضوعية، معناها تحس اللي فما خلفية شخصية أكثر منها خلفية معناها نقدية لمحاولة الإصلاح. احنا نعرفوا في برامج العمل وإلا في الناس اللي تحب تخطط يكون التقييم بعد ديما الدورات ولا بعد تحقيق النتائج يكون فما اجتماع، فما تقرير يتم، فما نقاط الضعف نقاط القوة اللي باش من بعد نحاول نصلح ونبنوا عليهم. سيد عمار السويح، سمعنا أستاذ علم الاجتماع الرياضي أسامة أبو يحيى يحكي على المجموعة اللي تتمس يمكن من الكلام اللي تقال من المواقع الاجتماعية من المحللين، بعد نحكيه على مقاييس ومواصفات المحللين. هل أنت مع عزل المجموعة أنه تبعد أنه تركز على الدورة نتاعها، وإلا بالعكس أنها تكون في تفاعل مع المحيط اللي داير بها؟ هو هذه حاجة يعني سي تري كومبلكس ويزمها تحضير، يعني ما تجيش باش هكا بين عشية وضحاها نوليو يا نعزلوا اللاعبين يا نخلي، يعني لابد تكون الامور يعني فيها ان سويفي، نعرف كيفاش نتعاملوا معها، ثم خاصة تكون فما كوميونيكاسيون. والمجال هذا ناخذوه يعني بعين الاعتبار، ناخذوه بعين الاعتبار سدير ديما يكون فيه تواصل مع اللاعبين باش نجهزوهم للوضعيات هذه، دو تيل سورت اللي نفهموهم اللي فما عدة وضعيات. فما ليتا ديسبري، خليني ناخذ شويه وقت في الامر هذا لانه هام جدا. نرجع للمسؤول اللي سير، هو نفسه في وضعيه لا يحصد عليها. كل تورنوا ماشيلها تلقى الماكينه محضره روحها. يخسر ناحي البيرو في دايره وتبدا الخدمه. ديجا دونك كل تا هو باش يخدم باش يحضر وتولي كلوبليغاسيون دو ريزولتا، وقت الضغوطات تولي عليه نتيجه يعرف اللي الناس قاعده جهز له في مناخ غير سليم لا قدر الله اذا الامور ما مشاتش. هذا بند. الثاني هو المدربين، نفس الشيء. مدرب يخدم تلقى ماكينه وراه. الماكينه شكون فيهم؟ فيهم بطبيعه اعلاميين، مسؤولين كذا، على اليمين على اليسار، وناس انفلونس يعرفوا عندهم قبل متدخلين في الحقل الرياضي. في الامور هذه فيعكروا الاجواء وتصير الامور ماهيش منطقيه. يصير التحليل موجه. يصير الانتقادات موجهه، يصير كل شيء العامل ماهوش للصالح العام. نتركوا اشياء مثلا ايجابيه اللي لنا الحق باش نحكي فيها يتم التركيز على يعني مثال الاشاعات الى اخره الى ان نسمم الاجواء. زد على ذلك عندنا العقليه نتاع الربح والخساره، هذا تحليلنا، الربح والخساره. انا رابح جو دي تيان لا فيريتي. ما تناقش ما تحكيش. اي كي ما نحكيش انت رابح. غدوه كي تحصل كي تخسر تحمس وليتك باش يولي معناها بالعكس اكثر حده البومبرونغ يا خليني انا داير. والله انا جيت اليوم الحصه من هالاربع في بالي بالموضوع، والله فرحان في بالي قلت باش نبداو رابحين. نحب نتكلم وانا رابح والا قبل ما نلعب الماتش والا قبل، لانه في مثلا تو قداش بلاتو سوني با بور كريتيكي، ديما نحب نصلح. كيف نرجع للجيستيون والحديث والوضعيه وحتى الوضعيات هذوم دو كيل جيستيون اون بو بارلي تاع ايكيب ناسيونال في او نيفو. كيف نشوف بريباراتور فيزيك داخل بريباراتور فيزيك خارج، فما اسباب ربما لي زادجوان تغيروا حتى على رغم مانيش نحكي على الاسماء، نحكي على زملاء، نحكي على جيستيون. طبيب تغير ومن بعد رجع الانتظار مسؤول هنا قاعد قال صارت غلطة ظريفة وش كان عليه الى اخره. دونك هنا كيف نشوف جيستيون كيف هذه، انا حاجه متاكد منها جازي من وما عنديش يعني حاجه ملموسه. اللي سيد درب فينا يضحك علينا، هذا متاكد منه، لان ماهيش اون جيستيون تاع اون ايكيب ناسيونال، ماهيش جيستيون يعني احترافيه. بون ما اثرت ما اثرتش، لكن نعرف اللي حتى اللاعبين يحسوا بالوضع هذا، فهمني؟ يعني هذوما اشياء من حقنا مش نتكلموا فيهم ونحب نتكلم فيهم واحنا رابحين. ما نحبش نتكلم فيهم، النتيجه شيء وهذا شيء ثاني. سيليكسيونور ولا مسؤول على ليكيب ناسيونال ولا كذا، كل شيء دوت ايت بلانيفي. اين يبدا النقد؟ وين يبدا النقد؟ وين يولي التجريح؟ ما. لا هذا انا نحكي باش نصلح، انا ناخذ امورنا بكل جد، يعني ما ثماش تغيير. اوكي اعطاني مدرب ونعطيه مدرب، يا اخي العقليه اللي ننجحوش بها مش احتراف،
هنا القانون. المدرب يجي واليوم جمعية خسرت غدوة يصبح مدرب، راهي إكيب ناسيونال، راهي إكيب ناسيونال، يفو ريسبكتي، لازم نحترموا أنفسنا، نحترموا معناها الإكيب نتاعنا، ونكونوا منظمين وكل شيء مينيشيزمون معناها يبدا معناها منظم، حتى على مستوى التحضيرات، لعبنا مباراة واحدة، كنا نجموا نلعبوا معناها مباراة أخرى، ربما التوقيت، ربما كذا. إذا أنا اللاعبين على المستوى الذهني مثلا، اللي لعبت مباراة الجزائر، حتى دخلت في موضوع آخر، ضد الجزائر وعملت ثلاثة تغييرات لأربع تغييرات، وأنا عندي 23 لاعب. الآخرين بصفة عامة مسون با كونسيرني. ما تمسوش. كنت نجم أنا نشوف أخويا عندي لي جوار إترونجي، عندي جوار إترونجي في تونس، لي جوار إترونجي في تونس. بوتيتر كنت على 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 سامح على 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 مباراة ودية. نعم مباراة ودية، أنجلو دونترينمون باهي نمس فيه الناس الكل باش نوصل معناها. دونك هذوما الحاجات اللي حبيت معناها نحكي فيهم، واللي مع الأسف المناخ الرياضي ماهوش سليم. واضح. نحب نرجع للمسألة نتاعنا والموضوع تاع سيبو يحيى اللي يقول لك مسألة العزل أيضا، ويقول لك مقاييس ومواصفات المحللين، يقول لك اليوم حتى العباد ما عندهاش مسيرة، ما عندهاش فيكيو، ما عاشتش مباريات كبرى، ما تعدتش بالوضعية اللي متعدين بها لاعبي المنتخب، كل واحد يتكلم وكل واحد الأهداف نتاعو، فما بالطبيعة الأهداف سامية كما قلت أنت لصالح العام، وفما خاصة اللي يخدم لمصلحة شكون ولا مصلحته الشخصية وغيره. شنو رأيك رضا جدي؟ هو أنا رأيي أولا هي حرية التعبير، كل إنسان من حقه أنه يتكلم في الموضوع، لأنه المنتخب هذا يشمل الصغير والكبير، المثقف وغير المثقف، الإخصائي وغير الإخصائي، الناس كل عند الحق تكلم. تبقى شكون اللي غربل؟ المستمع والمشاهد هو اللي غربل. وقت اللي يشوف معلومة اللي هي يعرف ما عندها حتى قيمة أكيد ما يعطيها حتى اهتمام. وقت الإنسان يعطيه محتوى يشد انتباهه وخاصة ليه علاقة مباشرة بالحدث اللي هو المباراة أو النتيجة أو المشاركة أو غيره، الأكيد أنه المشاهد وحده يغربل، وبالتالي أنا ما عندي حتى مشكل مع أي كان ينجم يتكلم، على الأساس أنه حتى ولو يكون خلوض، لأنه المستمع أو المشاهد باش يغربل وحده، باش يغربل وباش ياخذ الشيء اللي راه عنده علاقة مباشرة بالكونتوني. ما أدري نجم نحكي نعطيك لهنا بصراحة اللاعب في مستوى يلعب لاعب دولي نورمال لا شيء هذو ما يهموش، وصلت المستوى راك انترناسيونال باش تلعب لغه المس من المعنويات خاطر الضغط موجود، هو في الفرق نتاعنا موجود، يعني كل اسبوع عندك ضغط، وقت باش توصل لمستوى معين علينا ضغط تحكي انت وصلت المستوى راك جوار بروفيسيونال، تتصور انت حتى اللاعبين الكبار رونالدو ما فماش يعني نقد، فما نقد وناس كل ومن صحف وحطوا اذنيهم يسمعوا ليه امبوسيبل. دونك لهنا بصراحه اللاعبين نتاعنا تحطيت في مهمة، تقوم بالمهمة نتاعك من بعد النقد اللي هو ماهوش يزيدك ماهوش ينقصك، فما نجم يكون انكادرمون من ناحية هذه من ناحية المسؤولين، خويا انا نعمل جو معين للاعبين نتاعنا، مش لازم برشا كونيكسيون، مش برشا واحد، خاطر نحبوا نكروا النفسية من لاعب للاعب تتبدل، فما لاعبين تتأثر لاعبين لا، لكن البور لو برانسيب وصل اللاعب في مستوى معين بصراحة نورمالمون يركز على العمل نتاعو طونكو بروفيسيونيل وينسى الانتقادات، خاطر عمره ما فما لاعب باش يرضي الناس الكل. ويكون من اسم لاعبية اما حتى سابين يوصل لحد رياضي مثلا كل اسبوع نشكرهم لاعبين نحكوا نحن ما يقلقنيش. اكسبسيونيلمون سنا في تقديري اون كاريسي لي بوان دون البون سونس، بكل صدق وهذا متوجه للاعلاميين كامل المشاركة هذه ما شفتش نقاش مثلا حاد أو لاذع للاعبين، بل بالعكس حتى المباراة تاع البارح نسمع ناس تنادي باش نشجعوا اللاعبين، لكن كان نرجع بالتاريخ صغير برك للمشاركات الأخرانية راهو طونسيون ليكيب ناسيونال وجوارات كلاموا على روسهم حتى قلويزي، ورغم ذلك وهذا دورهم وخاصة هذا داخل في اللعبة، وأنا في حد ذاته نعتبره تقوية للشخصية. نقطة أخيرة حبيت نعرج مش مفاجأة معناها داخل تعرف على شو قادم في 2000 صحيح كان تسمح باش نمشيو تو الجانب الذهني والمعنى معنوي، هو مسألة الخسارة كل مرة أمام البلد المنظم اللي شفناه في أكثر من مناسبة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، واللي تعاودت مرة هذه في غينيا الاستوائية. نتفرجوا في التقرير ثم نرجع ونواصل حديث. You're beautiful.
التاريخ يعيد نفسه. عقدة المنتخب التونسي مع المنتخبات المنظمة تتواصل للمرة الثامنة بالتمام والكمال. يسقط المنتخب التونسي مع منظمة الدورة للمرة الثامنة، يعجز على الانتصار، ينهزم أو يقصى أمام منظم نهائيات الكان. سنة 62-78 ينهزم أمام كل من أثيوبيا وغانا في النصف النهائي. سنة 96 يدرك النهائي، ينهزم أمام جنوب أفريقيا البلد المنظم. 98 في بوركينا فاسو في الدور ربع النهائي يتعادل، هدف حسن الجيبس في الدقيقة 90 لم يمنع المنتخب من مغادرة السباق بعد أن اختارت ضربات الجزاء منتخب منظم الدورة بوركينا فاسو، والعقدة تتواصل. في نهائيات كان 2000 أمام نيجيريا البلد المنظم أيضا، في الدور الأول تنقاد تونس الهزيمة برباعية كاملة 4-2 هي النتيجة النهائية. أوكوشا ديكتور إكبوبا تقاسم الأهداف، والمنتخب التونسي يواصل تعاقده مع الهزائم أمام المنتخبات المنظمة رغم مروره للدور الثاني. 2012 بالجابون، وفي دور المجموعات علاقة المنتخب التونسي مع الهزيمة ضد البلد المنظم تتواصل، عقدته لا تجد الدواء. أوباميانغ يؤكد ذلك بالحكم على تونس بتقبل الهزيمة. 2015 في غينيا الاستوائية، البلد المغمور كرويا دون خبرة أو نجوم، كل المؤشرات كانت توحي بأن عقدة المنتخب التونسي مع البلد المنظم ستنتهي. الحكم الموريسي حكم على تونس بأن تواصل تعاقدها مع عقدة الفشل أمام البلد المنظم. تقرير حمودة بن سليم. نادر داود الخفاق في كل مرة من البلد المنظم؟ لا، شوف البلد المنظم ثم بلد وانت نحكي مع تجربة على الكويت، هذا من بلد منظم زادي صحيح. لا، بلد منظم اللي هو استراليا، اللي هو عنده 8-9 لاعبين يلعب في البريمير ليج في 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 دوري انجليزي، يعني موازين القوى كانت بعيدة على بعض بصراحة. يعني منظم ولا غير منظم، ثم مستوى، ثم فريق، امكانيات فرديه وجماعيه. لازم نغزل روحنا في المرايا اليوم. لا اكيد، انا كيما نغزل كاس اسيا وكاس افريقيا راهو شتانها، راهو فرق كبير. شنو خذ منك كاس اسيا؟ يقول لك كاس عالم، يعني تنظيم محكم على مستوى عالي جدا. مش تنظيم، نحكي كوره كوره الكوره كيف ما صارش فيه حتى مش شوف الكوره اي ما صارش فيه يعني مقابلات تعاد. شوف مستوى، ثم مستوى اثنين، ثم استراليا، ثم كوريا الجنوبيه، ثم اليابان، يعني هذو منتخبات بحكم مشاركتها في كاس العالم اصبحوا عندهم مستوى، حتى اللاعبيه تلعب فيه. وثم مستوى ثاني نتاع دول الخليج، ثم بلدان قاعده تقدم، قاعده تطور، ثم بلدان قاعده هي نفسها، ثم بلدان نتاع كوره كما العراق ديما تبدا عندها ايكيب سامباتيك، ثم يعني هذوم معروفين، وثم فرق قاعده تطور. لكن على مستوى التنظيم يعني حاجه ما تقارنش. البلد المنظم صحيح توا اذا كان اعطيني ارضيه الميدان ممتازه، لا سيد عودنا بالجمهور وما عادش نحكيوا على قضيه الميدان والجمهور. نحب نقول حاجه نادر، شو كيفاش باش نمشيو من وضعيه اللي هي كاس افريقيا اللي لوموا مخيبك يا صنعتي عند غيري، نجيو لتونس الرابطه الثانيه، وشفناها نفس الصور في الرابطه الاولى. اليوم في مباراه على اثر احتجاجات خلال مباراه الجوله الرابعه لبطوله الرابطه الثانيه، اولمبيك سيدي بوزيد ونادي قربه تعرض مشجعين على لجروح، وايضا الفريق التلفزي لاحد رياضي، هاو امامنا الصور، اصابات خطيره، اضطر رجال الامن انهم يدخلوا يستعملوا الغاز المسيل للدموع لفريق لتفريق المحتجين بالطبيعه، وفات المباراه 2-1 لنادي قربه. معناها هونيك الخطابات تاع 3000 سنه حضاره وتاع شعب مسالم نطحوا اكثر من سؤال، وقت اللي جوله رابعه ليست الجوله الحاسمه. ماذا بينا تو باش ترجع البطوله، الغش اللي ريناه ضد الهيكل الافريقي والغش اللي ريناه ضد الحكم، ماذا بينا ايضا يكون التعامل بالمثل على المستوى المحلي، ونشوف الجماهير الكل تستعرض بالخطا وانها تتعامل بطريقه اخرى وتبعد على التشنج وتبعد على الظلم والمظلوم. ايضا امامكم الصور يظهر لي نفس المعركه، وهي المعركه لقيم اخرى تاع كره، انه نرجعوا نلعبوا كره للكره. شكرا لك سي رضا جدي، شكرا لك نادر داود، شكرا لك سي عمار، شكرا لك خالد المولي، شكرا لكم على المتابعه. كانت حصه هذه عوده على مسيره
المنتخب الوطني التونسي في كأس إفريقيا للأمم بعد الانسحاب أمام البلد المنظم وأمام أيضا المشاكل التحكيمية بالجملة اللي عرفتها كأس إفريقيا هذه. متابعة طيبة لبقية برامج الوطنية الأولى. الأسبوع القادم الموعد يجدد بطبيعة في نفس التوقيت. إلى لقاء. نسكول صحرفي.